سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة ننزل نسترسف في الاستخبص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعه. طيب خلاص يا شيرين خليكي هنا، ولو شفتي اي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شيرين ما تناميش، هنروح في داهيه كده. مش عيب عليكي وانا حماده. يلا بينا. يلا يلا بسرعه قبل العربيه دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل. نزل نغمات للجرس. استنى اضرب انا. تضرب بس يا ماما، هو هنلعب يا جماعه؟ اكيد البوليس قفش دلوقتي وعمال يعذبه عشان يقر علينا. يا حبيبي يا عم بندق. يعذبه يا متخلف انت، البوليس هيجي له البيت يعذبه في البيت؟ ده البوليس لو عايز يعذبه هياخدوا الاسم يطلع عين اللي جابوه هناك. ممكن يكون الاسم زحمه ومفيش مكان. طب تفتكروا مين اللي هيكون بيعذبه؟ بقول لكم ايه، تعالوا نشوف من الشباك. انا ما اعرفش حاجه. طب صدقوني انا ما اعرفش حاجه. الراجل ده شكله هيتعبنا قوي ابو الدهب بيه. لا 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 لا، ده بقاله اكتر من 3 ساعات مش عايز يتكلم. بقول لك ايه، شغل السلك. بلاش السلك بقى. ايه ده، ده عم دهب وضحي جوه. بلاش السلك. عليا. الحقوا ده بيكهربوه، بيضحك، روحه حلوه قوي الراجل ده. يا حرام. يا حرام ايه يا جماعه، دول بيزغزغوه. الراجل حاطط السلك في بقه والسلك التاني في رجله. يا غبي يا غبي، بموت بموت. اكيد هو بيغلس عليهم مش عايز يقول لهم معلومات. هو احنا يعني كنا طلعنا منه معلومات؟ اكيد مش فاكر حاجه. خلاص هعترف هعترف هعترف. ما كمل اول وتريح نفسك. قول. طب انتوا عاوزيني اعترف بايه وانا اعترف؟ دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان حل اللغز في قصه ميكي والاوضه السحريه، والقصه قدامنا اهي قريناها يجي 400 مره مش فاهمين منها حاجه. ايوه ايوه، ما معروفه دي. ما هو ده فيلا ابو الخير جد ميكي. انت عرفت ازاي؟ اهو مكتوب يافطه اهو على السور بتاع الفيلا، فيلا ابو الخير. طب فين بقى حاجات الاوضه المسحوره؟ لا ما دي حكايتها حكايه كبيره قوي قوي، يعني متعه بصراحه متعه. احكي. احكي لكم؟ قول. صحيح بس هي طويله شويه. قول. يا سلام، في يوم شمسه يعني كانت ساطعه، في يوم قمري جميل كده، الشمس كانت متعامده على وش رمسيس الثاني في معبد ابو سمبل. ايوه والله العظيم كده. هوب فجأة رعد زلازل براكين مطر. اليوم ده هو اليوم اللي كان إذانا بقدوم الواد ميكي أبو الخير. وفين بقى حكاية الأوضة السحرية؟ ما هي جولفران هانم في نص الليل. يا ظهري يا بطني، البط بيلعب، الحقوني. هوب هوب شالوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا، هوب القرن طش واتولد ميكي. ما انت لسه قايل الحكايه دي، فين بقى الاوضه المسحوره؟ هسيبه سيبه يا ابو الدهب بيه، خليه يكمل، دي الحكايه لسه هتحلو. كمل يا عم بنداري، اوعى تداري. حصل ايه؟ جولفودان هانم بقى بعد القرن ما طش، هوب راحوا شايلينها، قالوا ايه نوديها المستشفى بقى ودكاتره وحاجات كده هم بيلحقوها. هوب هم بيشيلوها كده، الواد ميكي راح عامل مجرس فيها ابن لذينه، طلعت نص راسه. الحقوني الواد نص راسه طلع بره. روحوا شايلين له فاتحين اوضه، حطوها في الاوضه على السرير، بوم الواد اتظلم. ياه سبحانه ما اعظم شأنه. انت بتستغرب على ايه؟ وبقول لك اتولد واد براسين. صح. ايه علاقه اللي انت بتقوله بالاوضه المسحوره؟ ما هي سموها الاوضه المسحوره عشان الواد
اتولد فيها من غير لا دكتور ولا داية ولا مستشفى ولا حاجة أبدا. يعني فين أم الأوضة السحرية؟ ما هو قالك قبل كده يا أبو الدهب بيه، وحضرتك ما فهمتش، عندي بيت مكاوي. يلا فكوا خلي يلا معانا. يلا معانا فين؟ معانا فين؟ هنروح على البيت ده. الله، طب ما انت عرفت الاوضه المسحوره فين؟ ما تروح انت. فين حته الاوضه المسحوره؟ الله، ما انت عارف هي فيلا ابو الخير. يلا رجلك على رجلينا لغايه ما اخد الفلوس. لا انا مش رايح. مش رايح؟ ايوه. شغل السلك. طب يلا نمشي من هنا لاحسن يشوفونا. نمشي ازاي يا ابني؟ احنا لازم ناخد المجله. ايوه ناخد المجله ازاي يعني؟ نخش يعني نضربهم وناخد المجله؟ خلاص يا جماعه سيبوا الموضوع ده عليا انا. تعالوا ورايا بسرعه. يلا. تعالوا تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس، كل واحد هياخد عصايه، اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. مش معنى بقى انت مديني بقى انت العصايه الطويله وخدت انت القصيره عشان تلخمني؟ لا، عشان لو كنت اديتك الصغيره كنت هتقول اشمعنى انا اللي واخد الصغيره، انا عارف النوعيه دي كويس. طب معلش هاني، ممكن نبدل مع بعض عشان العصايه بتاعتي فيها شوك. ما بتحبيش الشوك؟ لا ماشي، خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يا مستر. يا جماعه احنا خبطناهم هنقتلهم. لا لا هنضربهم. انا مش كل يوم اقتل حد هاني. ما تخافش ما تخافش. سيف بطل جبن. يلا يلا. يلا قدامي. حاضر، بس واحدة واحدة عليا، رجليها بتوجعني. يا هاني قدامي. أنا مش فاهم بس أنتوا واخديني معاكوا ليه؟ ها؟ أنا هعمل معاكوا إيه ولا إيه؟ الحق إيه اللي أنت عملتيه ده؟ مش أنت قلت أي حد يطلع نضربه؟ بس مش عم بن داري. عم بن داري صح؟ عم بن داري. خير الله. خير الله خير الله. مين؟ انا همشي، انا مش بتاعت الحاجات دي. خير الله، ما فيش حد اسمه خير الله عموما. حاول حاول العيش في الدنيا، العيش في الدنيا. ايه ده؟ صاحي انت؟ لسه صاحي يا ضاحي؟ لسه صاحي. مين اللي علمك مسكة النبوت يا ابن النبي؟ اتفرجت على فيلم التوتو النبوت. مش بالمسدس. يا اخينا. ايوه عند ربنا دي. انتقمت انتقمت. عامل اللي فيه رامبو ده لو جبت كلب كان حرسني. تفوق عليك. ها يا سيف، فهمت حاجة؟ ولا أي حاجة. طب هي القصة بتقول إيه؟ القصة بتقول إن دونجول كان عايز يسرق قصر ميكي، أم ميكي قفشه وحبسه في الأوضة السحرية وقال له هتفق معاك اتفاق، لو كسبتني في الشطرنج هسيبك تخرج من الأوضة السحرية، ولو خسرت هسيبك محبوس فيها. يعني إيه اللي حصل يا سيف؟ مش فاهمة. ميكي كسب دونجل. وحبس دونجل؟ لا سابه. ليه؟ هما مش اتفقوا لو كسبوا هيحبسوا؟ العفو عند المقدرة. يا سلام، ميكي ده طلع ابن بلد بقى. بس ياض أنت وهو. عم بندق. نعم. فهمت حاجة من القصة دي؟ والله العظيم ثلاثة ما أنا فاهم أي حاجة. يعني أنا كل اللي أنا فاهمه إن أنا عارف البيت وعارف الأوضة المسحورة وعارف كمان حكاية اللعب بالشطرنج دي. جدك الله يرحمه كان يحب يلعب بالشطرنج يعني، وكان يختار الجيش الأبيض، يقول لك العسكري الأبيض ينفع في لون الأسود. والله أنا عندي حكاية قوي. طب بس سيبك بقى من ذكرياتك وقصصك المقرفة دي، وودينا عند بيت جده القديم. وأنا قلت لأ، تعالوا يلا اتفضلوا. يلا يلا. أسلمكوا. إيه ده كان هنا؟ هو إيه اللي كان هنا؟ بيت جدكو كان هنا. تقعد تقولي بقى كان هنا، كان بيشرب الشاي هنا وبيحط السكر هنا وبيزروت هنا. والله العظيم تلاتة بيت جدكو كان هنا. إزاي بس يا عم بندق؟ ده اسم. اسم؟ أيوة، قبل ما يكون اسم كان بيت جدكو. هو بصراحة مش بيت جدكو، ده كان بيت جد جدكو، وبعد كده كان فيه وقف. الحكومة بقى رفعت قضية، كسبت الوقف ده قلبته اسم. يعني يا رب يوم ما نلاقي مكان بسهولة يطلع لمؤاخذة اسم.
لا واحنا كمان مطلوب القبض علينا، شوفي سخريه القدر. طب معلش يا عم بندق، الاوضه السحريه اللي موجوده في المجله انهي اوضه؟ ايوه اول ما تخش الاسم كده هتلاقي الاوضه دي على ايدك اليمين تحت بير السلم على طول. سيبوا الموضوع ده عليا يا جماعه. هتعمل ايه؟ هعسر لكم بقى الموضوع ده. الاوضه هتتحبس يا السلام عليكم يا دفعه. نعم يا سيدي. والنبي انا كنت بدور على شغلانه وعايز اعرف مش عايزين امناء شرطه؟ انا امين جدا وما اقربش الحاجه مش بتاعتي ولو على رقبتي. انت شارب حاجه ولا ايه؟ لا يا عم شارب ايه، خد انت عايز انت تشرب سيجاره مثلا، خد اتفضل. ايه خير؟ ليك حد في الحجز؟ لا بس كنت عايز اعرف حاجه. حاجه ايه؟ دلوقتي الاسم ده في سلم صح؟ صح. تحت السلم بقى في اوضه، الاوضه دي بتاعت ايه؟ وبتسال ليه؟ لا اصلا انا كنت بدور على حاجه ايجار جديد وهنا الاسم جنب الشغل فهيبقى مصلحه. انت هتستظرف يا خفيف؟ يا عمي بنهزر معاك، خد سيجاره تانيه ايه؟ لا الصراحه انا كان ليا مصلحه في مكتب التجنيد وعايز اعرف مكتب التجنيد فين. انا بقول كده برضه انك متهرب. عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده. المبنى الملحق؟ اكيد كان بيلعب طول السنه وما فتحش شباك ده. باين عليه خفيف. لا يا عمي بنهزر معاك، خد سيجاره ثالثه ايه؟ طب الاوضه بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه؟ دي الحجز. الحجز الحجز؟ تحب تخش؟ لا اخش ايه، لما اروح اعمل مصيبه وابقى اجي لك ان شاء الله. اتفضل يا بيه. ماشي شكرا. احب ابشركم يا جماعه ان الموضوع طلع اسهل مما نتخيل. الاوضه اللي احنا بندور عليها دي بقى طلعت اوضه ايه؟ ايه؟ اوضه الحجز بتاع الاسم. لا حرام عليك يا جدو بجد، حرام عليك، ربنا يسامحك. ربنا طبعا هيسامحه يا بنتي، ده كان بيحبكوا قوي قوي. بعدين هو ايش عرفه ان الاوضه دي هتبقى اوضه الحجز؟ لا انا متاكده انه كان عارف، امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع. طب يا جماعه احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده. عم بندق معلش هنتقل عليك بقى ونبات عندك النهارده. تباتوا عندنا؟ لا 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 لا، انتوا كده مجرمين والتستر على مجرم كده. اروح انا في كلابوش؟ في ايه في البيت عندك يا عم بندق؟ مش قلت لك اول ما راجلك الكبير شعره يبقى رزي اعرفي انه ها؟ عيب يا واد الكلام ده. اكتشفوا انا ما بيات عندي؟ لا انا قلت لا، اذا عوزتوا اي حاجه بقى ايه بكلموني. ما احنا عايزين وعايزين نبات عندك. وانا مش موافق، خلاص مش موافق. اتصلوا بيا في اي حاجه تانية، انما بيات اروح انا في كلابوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعه مش هينفع نقف نتصور هنا، يلا نروح في ده. خلاص يا جماعه سيبوا موضوع البيات ده عليا انا، عندي مكان محل غبي. ده ده فين يا ضاحي الزفت؟ كنت بتكلمني يا ابو الدهب بيه؟ انت فين يا ضاحي؟ معلش كنت بجيب اكل بقى. ده وقته؟ انا جوه تعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت. عارف الاوضه المسحوره اللي في القصه طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت اوضه الحجز اللي جوه. يا نهار اسود الحجز؟ حظ ذكر. معلش بقى يا ابو الدهب بيه، عوض عليك ربنا، هي عمليه معقربه من الاساس. معقربه على مين يالا؟ على ابو الدهب؟ ده انا ابو الدهب مفيش مشكله تقف قصادي، لازم احلها ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ اقول لحضرتك على حاجه؟ احنا نخش نسلم نفسنا في الاسم بقى. شد قال الله انها فكره. فكره ايه؟ بس احنا مش هنسلم نفسينا. امال هنسلم مين؟ هنسلمك انت. حرامي حرام جريني جريني حرامي ما امشي معاك حرامي. الراجل ده كان جاي يسرقني وانا واقف قدام الاسم. حرامي تسرق قدام الاسم يا فاجر؟ لا 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 ده بيهرج بيهرج بيهرج. تسرق واحد قد ابوك يا جبان؟ جريني جريني خد اسحبه. ابو دهب انا هخش. استنى استنى فين السندوتشات؟ اهي اسحبه يا شاويش. اسحبه ايه؟ لا بلاش الحجز يا ابو دهب. ابو دهب ما تسيبنيش يا ابو دهب. مش هسيبك الا في النيابه. لا الحجز لا. حرامي المحامي يا جبان. اكلم ماما. طيب انقذوني انقذوني يا اهلي. مش عارف انط عالي قوي. ايه يا سيف الجبن ده؟ يلا مش قادر. كلنا نطينا. جسمي كله متخشف. هاتلي سلم. طيب بتعمل ايه؟ على فكره سهله جدا. يعني انت يا هاني عايزنا نبات هنا في الحديقه الدوليه؟ هو احنا شحاتين يا هاني؟ انا نفسي ابات في سريري بقى. شو بس يا ابني بس بس في امن ممكن يسمعونا. انا مش فاهمه انتوا بتتنططوا على ايه ده بدل ما تشكروه. هو احنا كنا لقينا مكان تاني؟ بعدين ده مكان جميل. ده كنت باجي انا وخالتي خميس وجمعه هنا وخميس وجمعه في الفستان. ما تفكرنيش بليز، انا كمان كنت بروح ويكند السخنه وويكند الساحل. هو الفستان دي جنب الساحل؟ لا جنب الجياره. يا جماعه قولوا لي بقى تحبوا تناموا فين، في الركن الفرنساوي ولا الركن الطلياني
ولا الماليزي ولا البنجلاديشي؟ اي حته قريبه بليز، عشان رجلي وجعتني قوي من المشي. اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. هي هي هي. على فكره المكان ده ينفع للمديتيشن قوي. هاني ايه المكان القذر اللي انت جايبنا فيه ده؟ وايه صوت الضفادع اللي انا سامعها دي هتقوم تاكلنا؟ قذر المكان ده يا سيف، انا قضيت فيه احلى ايام حياتي. ده ايوه، كنت انزل ميدان روكسي واستنضف لي ندفه حلوه كده. الندفه ده طبعا حيوان موجود في المحميه اللي احنا فيها دي. حيوان الندفه ده، بس من فصيله الثدييات. اه فهمت. ايوه، اجيب بقى حيوان الندفه ده هنا ونبات بالثلاث ايام، نقعد في البيت الياباني اللي هناك دوت ونقضيها بقى. وبتعملوا ايه؟ هي كانت بتقعد تعمل الحركه ديت وانت بتعمل لها كده. اه بس انا ببقى شوشو. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. ايه رايك في المكان؟ تحبي نبات هنا ولا نخش البيت الياباني نريح شويه؟ ليه ان شاء الله، فكاني زي المعفنين اللي تعرفهم. لا حبيبي، انا مستحيل ابات في الياباني ده، هطلع على الهولندي. ممكن نبطل هاري ونشوف حل لموضوعنا. ايوه بجد، احنا لازم نلاقي الفلوس ونرشي الناس كلها بقى ونرجع لحياتنا العاديه. ايوه هنرشي ازاي بالفلوس والفلوس جوه الاسم؟ انا عندي حل يا جماعه هيقدر يدخلنا جوه الاسم. ها دلوقتي مش احنا مطلوب القبض علينا؟ خلاص احنا نروح نسلم نفسنا، يدخلونا الحجز، ندور براحتنا. شريهين حبيبتي، ممكن تهزقي هاني عشان انت عارفه ان اتغيرت خلاص مش هينفع اهزقه؟ انت حمار يد، عشان نجيب الفلوس نتحبس؟ طب انا عندي فكره، احنا نخش الاسم نطلع بطايق. شريهان حبيبتي معلش هتعبك معايا، ممكن تهزقي سيف كمان عشان احنا المفروض هنتصاحب مش هينفع هزقه. انت حلوف يد، طبعا ما ينفعش، مفيش غير حل واحد، نتنكر في الضباط وندخل الاسم. شريهان ممكن تهزقي نفسك بقى انت كمان عشان انت طلعتي حماره زيهم؟ انت حماره يا شريهان ستيوبد. هم هيلبسوا ضباط، انا وانت هنلبس ايه؟ مضيفات؟ يا ريت، أو طم ممرضات. ما تلم نفسك ياض، أنت مالك موبيع كده ليه؟ ممرضات؟ طب في كل الأفلام اللي شفناها دي اللي عايز يتنكر بيعمل إيه؟ يا إما بيخش الاسم على أساس إن هو ظابط، يا إما من لجنة حقوق الإنسان. ده متخلف يا ابني، هنعمل لجنة جوه الاسم. لا أم سوري، هو مش متخلف. حلوة الفكرة دي يا سيف. عجبتك يا نيلي؟ حلوة قوي. حلوة يا سيف، حلوة. إيه ده صح؟ طب ما إحنا هنجيب فلوس منين عشان نجيب لبس التنكر؟ احنا بصراحة معناش اي حاجة نبيعها الا حاجة واحدة بس، الموبايل بتاع نيلي. عيني فيه. لا موبايلي انسي، انا ابعني انا شخصيا بس موبايلي لا. يا ست الكل، امال فين هبطل سجاير واكون انسان جديد والتغير والحاجات الحلوة دي؟ ايه بس حرام عليكم يعني، ده موبايلي، طب اكونكت مع العالم ازاي؟ معلش يا نيلي، خدي موبايلي انا وكونكت بيه مع العالم، بس ما هو معلهوش واتس. هاتي بقى. يعني انا همشي بده؟ لا عادي خلاص، ما انا ماشيه بالعبايه السمراء بتشرتشر وكده. طب يا جماعه احنا ازاي هنبات في وسط الضفدعات دي؟ نبات في وسط الضفدعات ده واحنا نايمين؟ الضفدعات دي هتخش علينا هتشيلنا وتمشي. لا دي سلاحف النينجا اللي انت بتتكلم عليها دي. هو ازاي النينجا؟ ما اسمها ايه؟ بلدي. ما اسمها ايه؟ نينجا. ايه؟ ادخل. صباح الخير يا باشا. مالك يا ابني اديك بتترعش ليه؟ هتوقع الشاي بلبن. ما هو في ناس حواجات بره بيقولوا ان هي لجنه الامم المتحده. الامم المتحده عندي في الاسم؟ ايوه. ليه؟ بيقول ان هم بتاع حقوق الانسان. حقوق الانسان؟ ايوه. وازاي ما اخدش انا خبر بموضوع زي ده؟ ما هي بيقول ان هي مفاجئه. يعني ايه مفاجئه يا ابني؟ احنا في مدرسه. بقول لك ايه؟ روح خرجوا المساجين وحموهم ولبسوهم لبس العاب وما تنسيش ترشوهم. سامعني؟ وكلموا قلبي كلم الوزاره. ماشي. شوف موضوع حقوق الانسان ده. ماشي يا فندم. تعال لف. حاضر. روح عند اهلهم. ماشي؟ حاضر. بس اخرهم 10 دقايق قبل ما اكل لقمه. تحت امرك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا اهلا اهلا. اهلا بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب، هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهاب مصر كتير،
انا عشت مع انا في اسكندريه كانت تبيع بقلافه على الامه وكانت عايشه مع جده الخواجه كرياكوس. انت اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا ايه حكايتك؟ انا ما حدش يتوقعني. دي بقى انسه بيف ستراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. اهلا اهلا. ده بقى مسيو اليخاندرو كوليسلو المصور الاسباني وبيتكلم اسباني مكسر. فيفا اسبانيا alzad los brazos hijos del español que vuelve a resurgir gloria a la patria que supo surgir sobre el azul del mar el caminar del sol. وجيتك من اخر لبنان مسلوب الفكر وتمع. انا ما هاجيش توكان. هو حضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك انا المترجمه. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورت والله. بس انا واخد على خاطر من حضراتكم شويه يعني. كنت اقول ان انتوا جايين ولا حاجه؟ كنا دبحنا كنا صحينا المساجين يستقبلوكوا يقعدوا معاكوا كده يعني. ايش تعجز بوس باري يا بودو جافاريتي نربوتي they have vacation. بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. طب يا ست كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مامور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذنك بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاسكس بوري كرشا ميامانتي نويفو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكاسكس بوري يا خاتشو بس ما تريت ميستا. We go first check the place after you prepare food. Maybe after we can drink vodka, whiskey. بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جوله في القسم على ما تحضروا لنا الغدا والفودكا فيسكي. عينيا حاضر فندم عينيا. يا خاتشو دفاي كيلوغرام ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغدا يكون 2 كيلو لحمه واربعه حواوشي من عند شعراوي. عينيا عينيا. اجورتسي بامدوري. وزود الطحينه والبتنجان. ممكن كمان نجيب لكم ميه سلطه معاها. يا ريت لو امكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجوله بايه؟ ايه رايكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفه. مأمور انت تقول ايه؟ احنا حقوقيين حقوقيات صحفيين صحفيات احنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على قرافيسات. قرافيسات؟ عيب هو انا تلميذات؟ عينيا عينيا حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. ايوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا. ايه اوكي. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بالامم المتحده دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا 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 بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهب مصر كتير. انا عشت مع انا في اسكندريه كانت تبيع بقلافه على الامه وكانت عايشه مع جده الخواجه كرياكوس. انت اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا ايه حكايتك؟ انا ما حدش يتوقعني. دي بقى انسه بيف ستراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. اهلا اهلا. ده بقى مسيو اليخاندرو كوليسلو المصور الاسباني وبيتكلم اسباني مكسر. فيفا اسبانيا alzad los brazos hijos del español que vuelve a resurgir gloria a la patria que supo surgir sobre el azul del mar el caminar del sol. وجيتك من اخر لبنان مسلوب الفكر وتمع. انا ما هاجيش توكان. هو حضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك انا المترجمه. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورت والله. بس انا واخد على خاطر من حضراتكم شويه يعني. كنت اقول ان انتوا جايين ولا حاجه؟ كنا دبحنا كنا صحينا المساجين يستقبلوكوا يقعدوا معاكوا كده يعني. ايش تعجز بوس باري يا بودو جافاريتي نربوتي they have vacation. بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. انت
طب يا ست كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مأمور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذنك بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاسكس بوري كرشا ميامانتي نويبو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكاسكس بوري. Я хочу посмотреть место. We go first check the place. After you prepare food, maybe after we can drink vodka, whiskey. بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جولة في القسم على ما تحضروا لنا الغداء والفودكا فيسكي. هنايا حاضر فندم هنايا. يا خاتشو 2 كيلوغرام ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغداء يكون 2 كيلو لحمة واربعة حواوشي من عند شعرابي. هنايا هنايا. اجورتسيه بامدوري. وزود الطحينة والباذنجان. ممكن كمان نجيب لكم مية سلطة معاها. يا ريت لو امكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجولة بإيه؟ إيه رأيكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفة. مأمور أنت تقول إيه؟ إحنا حقوقيين حقوقيات، صحفيين صحفيات، إحنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على قرافيسات. قرافيسات؟ عيب، هو أنا تلميذات؟ عينيا عينيا حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. أيوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندي. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا. ايه اوكي. اتفضلوا يا سيدي. خليك مأمور انت. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. يا اهلا وسهلا بالامم المتحده. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. دي الدنيا كلها نورت يا فندم. اهلا وسهلا اهلا. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. دول يا فندم الاوضتين. اوضه لحجز الرجال واوضه لحجز السيدات. بس احنا المعلومات اللي عندنا انها اوضه واحده بس في القسم تحت السلم. لا يا فندم طول عمرهم اوضتين تحت السلم يا فندم. اوضتين. طب ثانيه بس عندنا اجتماع. شكوزي شوزي بس فوز كيرز بيروز لا بوليسيه هنا امورس بيروز. هنعمل ايه في المصيبه دي؟ بيقول لك اوضتين. فين الاوضه اللي فيها الفلوس فيهم؟ ده كله سبب الزفت عم بندق ما بيقولش الحاجه على طول على بعض. ما هو ما يبقاش عم بندق لو ريحنا، لازم يحط لنا العقده في المزمار. منشار حلو المزمار مش مشكله. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ المأمور قدامنا والاوضتين اهم، هنخش ازاي؟ مش عارف. هو في حاجه يا فندم؟ لا لا هم بس مستغربين يعني ان انتوا فاصلين الرجال عن الستات ليه؟ لا يا فندم ما تستغربوش ولا حاجه، اصل احنا محافظين جدا. مفهوم مفهوم. تحب حضراتكم بقى نتغدى الاول ولا نخش الحجز ولا تحت امركم عايزين تعملوا ايه بالظبط؟ شكاسكس بيس كورس فاري وي جو فينيش ميشن فيرست. هنخش الميشن فيرست يعني نخش الحجز يا فندم. الحجز من تحت امرك يا فندم. يا عمران يا فندم افتح حجز الرجاله يا ابني. تحت امرك يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا يا فندم اتفضلوا يا فندم. ايه ده؟ احنا في الزنزانه ولا في العيد؟ ايه راي حضراتكم يا فندم؟ شفت المساجين عندنا عايشين ازاي؟ عشان تبلغوا الامم المتحده ان المساجين بتوعنا عايشين عيشه زي الفل. مأمورات دي اشتغالات. فين المسجونات اللي في السجونات يقعدوا على قرافيسات؟ شهاده لله يا فندم الكذب خيبه. اللي انت شايفه ده يا فندم ده موجود على طول. اللي زاد بس يا فندم النهارده هم شويه البالونات عشان عيد ميلاد عم حسين. كل سنه وانت طيب يا عم حسين. شفت يا فندم؟ كانه منتجع بالظبط. احنا يا فندم مسمين الحجز بتاعنا هاسيندا يا فندم. وكل حجز يا فندم ملحق معاه جنينه. ان شاء الله في التطورات والتوسعات اللي جايه هنبني 3 حجوزات وكل حجز قدامه جنينه عشان اللي يحب يشوي وكده يعني. فوتين كوزن باكسن بس ما تريتسكت. بتقول لحضرتك يا ريت لو نفضي الزنزانه خالص من كل المساجين عشان نرفع المقاسات ونتاكد ان العدد مناسب للزنزانه. تحت امرك تحت امرك يا فندم. في ميزه بقى كمان في السجن عندنا يا فندم. احنا بندي كورسات انجليزي للمساجين. ليسن تو مي ليسن تو مي ستاند اب. بعد اذنكم يا رجاله هنطلع بره شويه عشان المقاسات بس. استنى 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 يطلع بره ايه؟ دول مجرمين وهربانين من العدالة. دحو احنا لازم نمشي من هنا حالا فعلا. وي هاف تو ليف. يا سعادة البيت دول عصابة النجوم. عصابة نجوم ايه يا مجنون يا اهبل انت؟ دي الأمم المتحدة.
يخرب بيت البرشام اللي بتاخده. انا اللي باخده برضه؟ امم متحده ايه ونيلي ايه يا سعاده البيه؟ دول عصاره النجوم وانا حاسبه لساعتك اهو. اتفضل يا سعاده البيه. واهو بتعمل ايه متخلف ديداني بجد؟ الواد ده اسمه هاني يا سعاده البيه. احنا عملنا مقلب في حضرتك ودي كانت الكاميرا الخفيه وده فعلا اسمه هاني. حتى ده برنامج هاني في الزنزانه. هاني في الزنزانه هاني في الزنزانه ده في ايده جراب جواه وبقاب جواه. اوعى تزعل مننا واحد ابوك. سقفه بقى لحظه المأمور يا جماعه. بس هنا بس هنا نقول باي باي للكاميرا اللي فوق. يا بيجي امم متحده حد قال لحضراتكم ان انا خديك شرطة تعليم مفتوح ولا مأمور الملاهي؟ ها؟ جيتك من آخر لبنان ها؟ عشان ليك نصيب تتنفخ في مصر وده اللي بيتكلم أسباني مكسر؟ هلحمهولك. صور فوق وتحت ها؟ فوق وتحت. أنا أعمل معاك واجب بقى، هصورك وش وجنب ملك وكتابة. أيوة لطيف ملك وكتابة. ودي لزمايلك إصابة النجوم إن شاء الله يتحكم عليهم بمئة سنة سينما. ايوه احزاي يا اختي. عمران يا فندم العيال دي. حاضر يا فندم. اتفضلوا تمام. انت اهي اهي اخويا اتفضلوا. خش يا حبيبي اتفضل. رايح فين؟ ليه يا عمران؟ ارجع انت عمران. ليه؟ ادخل انت يا عمران. ادخل جوه. قالك هاتهم كلهم. عمران ليه؟ ليه يا عمران؟ هاتوا لي المعمور. ليه والنبي؟ ليه؟ الله يخرب بيتك يا ابو الدهبي. يا فجركم يا جبروتكم يا قدرتكم. خلاص خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطه. كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني. بعينكم يا باشا. ده احنا قعدنا نص يوم في القسم لمؤاخذه ما حدش حس بينا. اخرسي اخرسي حضره الضابط حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضيه؟ اولا شروع في قتل الفنانه هند صبري، ثانيا شروع في قتل الخليل كوميدي، هو يستاهل بس في الاخر ده بني ادم، ثالثا سرقه الفنان احمد فهمي، رابعا بيومي فؤاد مقدم فيكم 30 بلاغ منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه، وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر. والله بص انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنه سجن. هتتسجنوا سنه سنه وتتنفخوا سنه سنه. يا فندم هو في حد بيعيش 120 سنه؟ ما تقطعش قول ان شاء الله. يا حضره الضابط انا عايزه اعترف على نفسي، انا السبب في كل ده، انا اللي رجرجتهم ورايا. رجرجتهم whatever ودبستهم في كل الجرائم والمشاكل دي. نيلي انت بتقولي ايه؟ انت كده هتودي نفسك في داهيه. بس يا سيف انا المسؤوله حضرتك عن كل الحاجات دي، هم مالهمش ذنب ما تسمع لهمش. ايوه يا حضره الضابط هي المسؤوله عن كل حاجه، هي دي العقل المدبر، هي دي ونوس يا فندم اللي قاعد يغوينا واحنا فقراء وغلابه واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط هاني واطي. المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده واسيبكم تمشوا. يا فندم مش تركي، سوري سوري. وات ايفر. هتتنفخوا يعني هتتنفخوا، وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنه. يا امين مغربي تعال خده. استنى استنى. طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمه اللي تفيد؟ اللي شلته يا سيف ما هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانه. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى قاعد انت اهو اتلقى هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت ما عملتش حاجه انت سمعت؟ ايوه انت لسه عامل يلا. حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني. انا سامعك بودني بس 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 مش بقول لك تعالى اتلاقى احيانا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش راكنه يعني. لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو كل واحد يقلب نفسه. يلا يقلب نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه؟ ظريف ظريف وخفيف. يا تصدق انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك طالع اللي في جيبك. يلا امني طالع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه اديله مراتك اديله كليتك. طب استنى بص بقى. شفت معايا ده؟
يا اختي جميلة عسل. اهو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمة؟ لا ماشي مع الجربية البستاج. طب يلا انت هو اطلعها هنا. شوف بقيت معلم. اه السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكرة. خلص. طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجة. يلا يا مسهوكة يا اختي يلا. يلا. انت مسهوكة؟ قال لك انت مسهوكة. يا اهلا. يا الف اهلا وسهلا. شرفته. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضاحي؟ اه يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ اه تونسوني. ايش مسيرها ترو وتحلى. لا وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره. انا هنا تقيل وتقيل قوي. اه يا ضاحي. ايوه يا معلم. حسي ايه؟ ونسي الجهاز معاد؟ والله ما لحقت يا معلم. الفرده الواحده قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفرده التانيه. خلاص نفسك عاد. حاضر يا معلم. حسي ايه؟ انا اسمع عن جزمه 40 جزمه 45 لكن 145 والله ما شفت. واجي امسك الفرده الاولانيه الاقي فيها واحده ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانيه ماجرها للطلبه المغتربين. انت طلعت مسخه بقى وبتمسح الجزم. اخرس انت والطاري اللي معاك. طاري؟ انا مبقتش طاري. لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك. سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه. من النهارده انا ما اسميش سيف. من اسمك ايه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا يا حبيبي. روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا يا اخويا رب عيالك رب عيالك. تتحداني يا ضاحي؟ ايه تتحداني؟ اه اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادلي يالا. الرهان يا جماعه مش اقل من سيجارتين. تقولي اي حاجه يا شيرين؟ هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجه بس ما تفضليش ساكته كده، انا خايفه. لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي. فكي كده، لسه قدامنا 120 سنه سجن. لا يا شيرين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقه في السجن ده. انا عايزه بس اقعد. احس بتلمي رجلك يا بنت. احنا شغلنا مكانكم البلاطين دول، ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه، اتمسوا وقولوا يا ماسة، مش عشان انا لابسه لكم التاييه ده ابقى خلاص بنت ناس. ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفين يا اخي انت مين؟ مساء الخير يا فندم. حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفراء اللي معاكي دي. نعم بقولك هزينا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي، نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق. يلا يا بنت انت وهي وسعيلها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود؟ دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ أول أول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين.
حيث كده يا رجالة يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطة. موافقين؟ موافقين. ابدأ يا معلم سيف. أبدأ. ابدأ. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجالة. كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب، للمستوى الأخطر، للمستوى الأشرس. هنلعب عامية. عامية؟ أيوة. ابدأ. أبدأ. ابدأ يا مسيف. حاجة سعيد، أنت اتنين بوسطن؟ أيوة. ماشي. أنت واحدة بالمونت أنت. سيف. ماشي. أبدأ. ابدأ. أبيكا عامية. 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 أبيكا عندك وقف من وش. مبسوطه مني يا معلمه؟ امشي بقى. حاضر. وانت ايه اللي جابك بقى يا خالتي؟ محبوسه على ذمتكم يا اختي. قال ايه؟ بتستر على مجرمين، مع ان انا قلت لهم على كل حاجه اعرفها بس ما صدقونيش. طب وفين ماما ميمي؟ ماما ميمي عملت فيها عبيطه يا اختي. قال ايه؟ ما بتسمعش وما بتفهمش وما بتتكلمش، وخدوها على الخنكه. يا حبيبتي يا ماما ميمي. يا حبيبتي يا ماما ميمي. صباح، انا عايزه اقولك حاجه للمره 9 مليون. انت بجد جامده، بس انا مش عارفه احنا من غيرك كان ممكن يحصل لنا ايه. لا بقولك ايه، انا عايزاكي تجمدي كده وتمسكي نفسك. انا مش باقيالك هنا يا حبيبتي، انا ممكن اخرج في اي وقت من هنا، انما انتوا قاعدين قاعدين. لا بليز ما تقوليش قاعدين، احنا ممكن ناخد براءة. براءة من انهي قضية يا نيلي؟ ده احنا حتى معناش فلوس نقوم محامي. اه صحيح، انتوا عملتوا ايه في موضوع الفلوس بتاع جدكم؟ الله يرحمه ويسامحه بقى. بصي، الفلوس تقريبا موجودة هنا. هنا فين؟ مكتوب في القصة اللي في المجلة ان الفلوس موجوده في الاوضه السحريه اللي تحت السلم، يعني يا اما الاوضه دي يا اما الحجز بتاع الرجاله. هنا فين؟ انتوا مجانين. ايوه يا خالتي، ما هو الاسم ده كان بيت عيله جده زمان. شوفي ازاي. ما تطلعي كده اشري هنا المجله يمكن نفهم حاجه. يا نيلي اطلع المجله ليه؟ ما هي معروف اللي فيها. ميكي كان بيلعب شطرنج مع دونجل في الاوضه السحريه. بس ايه علاقه دونجل بالاوضه السحريه بالشطرنج؟ معرفش، ما انا قاعده معاكي زي الهبله اهو. شيرين. ايه؟ بصي على الارض كده.
مالها بقى الارض يعني ليه هتقعدي تقولي لي معفنه ومطربه مش وقت تناكه خالص؟ لا الابيض والاسود ده مش بيفكرك بحاجه؟ عادي بيفكرني بالحمار الوحشي مثلا. ممكن ترجعوا لورا بليز؟ ايوه خلاص كده كل واحده واقفه في مكانها. طب نللي ما بدل الخوطه دي ما نكسر كل البلاط ونخلص. لا طبعا لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف. طب انت هتعرفي البلاطه منين بقى؟ في القصه في الاخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك. كرش اسمه كش ملك whatever. لما عمل له كده قال له على مربع الملك هذا المربع او كعك في الخطيئه وجعلني افوز. فهو ده المربع اللي هنحفر تحته. دلوقتي احنا هنقعد نلعب اللعبه لحد ما نلاقي المربع. صدقي والله ممكن جايز برضه. دلوقتي انتوا الفريق الابيض وانتوا الفريق الاسود والصف اللي قدام هو العساكر واللي ورا حضرتك طابية حضرتك حصان حضرتك فيل. معلش بس هستأذنكم كل واحد يمثل الدور اللي هو عامله. يعني الحصان يعمل حصان الفيل يأكت عنه فيل كده. يمثل ايه يعني؟ اللي دول مجرمين يعني لو خالتي خلقها داء وسيبتهم علينا هيقتلونا. ايه اللي يمثل ويأكت؟ يأكت ايه مش بيأكتوا؟ اوكي خلاص يلا نبتدي. العسكري الأبيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. الله بنقول العسكري الأبيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. لا 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 حضرتك يا طنط حضرتك نمبر 2. أنا؟ أيوة حضرتك. حضرتك في فريق إيه؟ الأبيض. ودورك إيه؟ أنا العسكري الأبيض. واللي وراكي دي إيه؟ حصان أبيض. يبقى تتفضلي تتحركي بلطين. ما تتحركي بقى بلاتين ما تبقيش غبية. حاضر اف حاضر. ثانك يو صباح. تاني حاجة العسكري الأسود اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. لا لا إله إلا الله يا جماعة انتوا ضاربين ايه؟ بنقول العسكري الأسود يتنقل اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. ما تخلوناش نعملها معاكم بقى. ما تخلص يا أختي انتي وهي مستحملينكم بس عشان الست صباح. انا ممكن اشيكوا في وشكوا عادي يعني. اسفه اسفه ست الكل اسفه. وانتي يا اختي اطلعي كده. اوكي تالت حاجه الفيل الابيض يتحرك دياجونال يمين. مش هيفهموا هم ايه ده. يلا ده اشرحي لهم انتي. الفيل الابيض يعني ايه دياجونال؟ دياجونال يمين يعني كده. اه ساند بوكسه. ساند بوكسه. الفيل الابيض يتحرك ساند بوكسه يمين. رابع حاجة الفيل الأسود يقتل العسكري الأبيض. لا تعملي ايه؟ استني يا ولية بتعملي ايه؟ ما انت قلتيلي اقتليها. لا اقتليها ايه؟ ما قلتش اقتليها. اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجة بسرعة اهربي. موتك. العسكري اللي قدام الطبية البيضاء ياخد خطوتين. اوعي تقتليها. يتحرك ثلاث خطوات وكش مات. يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ انا تعبت. روحي تعالي ارجعي اطلعي مش رايحه حته. لا خلاصي صباح اللعبه خلصت. خلصت خلاص؟ ايوه. ومين اللي كسب؟ انتي انتي الكوين بتاعتنا. يلا كلنا نسقفنا صباح يا جماعه. بتاعتكم. ايوه شكرا يا جماعه. يلا يا جماعه اتكلوا على الله كل واحد يشوف مصلحته. اروح فين بقى؟ اقعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقول لك. طيب شيرين هي دي البلاطه يا رب. طب اوعي لي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي يا دكتوره البلاطه عندها حاجه؟ لا مفيش حاجه البلاطه بتسهل بس. يا ظريفه استني تقريبا البلاطه دي تحتيها حاجه. طب
دلوقتي احنا محتاجين حاجه عشان نكسرها بيها. خالتي معاكي حاجه اكسر بيها البلاطه دي؟ يا ام سماح اموري يا حبيبتي، معاكي حاجه يا اختي نكسر بيها؟ هشوف لك. انت ورزقك بقى اهو، لقيت لك شاكوش اهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان انا كمان عايزه اكسر معاها. ده انت طلباتك كتيره بقى، ابصلك. لقيت لك واحد صغير اهو. ايوه صعب قوي. برافو برافو. طب ما تساعديني يا طه. الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. اه يا كي يس. استني في كيس اهو. لقيتي؟ في حاجه في حاجه. براحه براحه براحه. شوفي ايه ده بجد؟ لا لا اكيد مش بجد، اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص. لا 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 اكيد بتدوس. خلاص يا شيرين. لا يا نيلي خلاص يا شيرين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص. لا يا جدو يا خلص. لا لا يا جدو يا خلص. ثانك جود ان في ميه. هاي شيرين حليتي كلمات المتقطعة؟ يا ستي اديني بقرة بنتسلى. بتتسلي ايه؟ مفيش وقت. ما حليتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة، ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قاعدينها. انتي نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه، ما الجو هادي اهو وجميل والهوا يرد الروح، والولية اللي هناك دي كل شوية عمالة تعمل بومبا ورا بومبا لغاية ما خلاص عمتني. اقولك يا نيلي عشان انا وانتي نبقى بوزيتيف، تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط قال نيلي وشيرهان افراج، وطلعنا انا وانتي بقى بالمجله الجميله دي حلينا الكلمات المتقاطعه. تفتكر هنلاقي فلوس؟ ابدا. هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد، وبصي بقى ايماجينيشن هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرهان انتي محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضاربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا ام سماح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق والله ازرق عين. خدي يا حبيبتي تعيش. خدي ولاعه تاني كمان. يلا خالتي ام سماح والنبي والنبي الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مسحوق غسيل؟ اشوف لك. يا رب يخليك. دي ما بحبهاش. خد هاد الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي حبيبي شكرا. ام سماح يا اختي ما تشوفي كده جات لي جوابات؟ لا يا اختي ما فيش جوابات، البوست هتيجي بعد ساعه. ماشي. عايزين حاجه يا بنات؟ خالتي شوفي عند ام سماح كده في مانجا. عندك مانجا يا ام سماح؟ قولي لها عايزاها صحيحه ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. تفضلي. شكرا يا أم سماح. مش معقول. عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي خدي. استني. اشربي يا أختي بالعنب والشيفة. خدي يا حبيبتي. طب أنا عايزة بفوم. هاتي يا أختي. شوف اخرتها. خدي يا حبيبتي. شيرين انا جت لي فكره فظيعه، خطه معتمده على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانيه عشان انا عايزه ادور في الكشك بنفسي على حاجه؟ عينيا يا اختي. يلا على اذنك يا اختي. اتفضلي. كل حته. مية وعشرين سنة، مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم يا رب. مية وعشرين سنة. خلاص يا عم الحاج بقى، مية وعشرين سنة، مية وستين سنة، ما تخوتناش.
هنفضل هنا 120 سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. 120 ناقص 5 بكام؟ ليه؟ 120 سنة، شيل منهم من 5 أيام اللي احنا قعدناهم، يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فارقة لأنهم 120 سنة. 120 سنة. بس أهي جت أهي. مين دي؟ الفكرة. هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ آه. نهرب إزاي وخطة إيه؟ بسيطة. احنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الإنذار يضرب يفتحوا البيبان يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية. بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا واحنا داخلين. بسيطة. هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه التدخين ممنوع ولا إيه؟ أنت معاك ولاعة يا هاني؟ بقالنا ساعة بنقول فين الولاعات وأنت معاك ولاعة؟ يا جماعة ما حدش قال لي هات الولاعة، ما أنت شايفني بولع سجاير من الصبح. يا بجحتك يا أكل. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه اصلا انذار هنا؟ وحتى لو فيه انذار مين اللي قال لك ان هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي، في حد بيتكلم هنا؟ احنا اسفين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. اه وعم حسين ده جاحد. اه والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحده عنده جوز يا جماعه ومش محتاج ايه ده، وكفايه الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها؟ اه. طب انا عندي فكره نهرب بيها. ايه قول. بص هي اتعملت في افلام كتير بس حلوه. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقوده. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس ونجيب ميه ونحط المواس في بقنا ونشرب ميه ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارنا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى، من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربيه الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا؟ لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ترجع ايه؟ ارجع لمواس. لا لا مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد المواس مفيش ترجيع. الله، هو مش معاه فاتوره؟ معلش ما عدى اسبوع. اه لا ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده؟ دخلني في السكه دي ليه؟ حلوه السكه تعالى. حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي؟ يا سيدي ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتذبح. ايوه رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا. بس بس يا ضاحي، بس يا ضاحي يا نازله بقى تقعد. بس يا ضاحي بس ما تقرفنيش، خيالي شغال. واد لو انا كلوني بعديها على طول عشان اللي انت عايز. سيف صادق هذا الحق اهو افندم. هاني شاكر محمد فؤاد. انت اول مره تسمع؟ لا ما مش محرم فؤاد. انت بتقول لي محرم فؤاد؟ صاحي محمد منير وري اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. لا احنا زعلانين منه، خليه هو اللي يجي. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. اتفضل. حاضر. في ايه يا حسن؟ بص منه هو جاي وفي عين الشر. يلا طه اهو. 120 سنة خلاص بقى. 120 سنة. نيلي عم بالراحة. نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة، اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا. ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف، انا اسف جدا، اصله شكل هاني بالظبط فكرت و... بقول لك ايه؟ نعم. انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع سجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع تعويضات للناس اللي كانت مقدمة فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر. طيب تأمرنا بحاجة يا سيادة المأمور؟ لا لسه يا حبيبي، في شوية إجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغوروا في داهية. حسبي الله ونعم الوكيل. أبو الدهبي، أبو الدهبي، ربنا يكرمك أبو الدهبي. قلت لك مش هسيبك، قلت لك مش هسيبك يعني مش هسيبك. أظن أنا مؤاخذة عملت اللي عليا، فاضل أنتوا تعملوا مؤاخذة اللي عليكم بقى. تفضل المجلة أهي. شكرا. إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ إيه؟ بتعمل المؤاخذة اللي اتفقنا عليه. انا خلصت لكم من الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي، وانتوا تدوني المجله وتمشوا ما اشوفش وشكم تاني. بعت حلمك يا نيلي؟ ما كانش قدامي حاجه تانيه اعملها يا سيف. طب كويس، يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفه قوي يا سيف، انا اللي وردتكم في كل ده، اسفه ليكم كلكم. اسفه ده يا عسل؟ انا كاعه دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي، انا عايز فلوسي. اتنيل، هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت؟ ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه. طب انت صباح اللي ما غلطتش فيكي. خلاص يا خالتي، هنشوفه دافع كام ونديهم له على الجزم على البرتوش. وانت كمان يا صباح، انا اسفه قوي،
بهدلتك معايا جدا. لا يا حبيبتي اسفه على ايه، ده انا انبسطت جوه قوي، قابلت كل صاحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش. طيب انا هلحق بقى قبل ميمي في الخنك، لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زمرت غدا عبد الرازق، مش ناقصين مشاكل. اشوفكوا بعدين. ايه ده، انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان؟ اه حليناها، يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت. شكرا على كل حال. يلا ضحي. يلا ايه؟ يلا مين؟ يلا ضحي. لا ابو الدهب ايه، انا لازم اروح البيت اكل لقمه، استحمى، انضف، اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتك. واعرفك ازاي انا ضحي؟ اعرفك ازاي لما تغير وتنضف؟ انا بعرفك من ريحتك. يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يا ابو الدهب ايه، انا الحشرات الزحفه بتاكل في عظمي. خليها تاكل، خليها تاكل. يلا طلعت في لحمي. يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى، انا حاسس ان انا بقيت منتن. لا احنا لسه عندنا مشوار. مشوار ايه تاني؟ لازم نروح عند عم بندق. وهنعمل ايه عند عم بندق؟ بحسب يا حبيبي الفلوس اللي قعدتها معاكم عشان اخد حقي. 7.5 جنيه كبده وسجق من على بركه الله اللي في رمسيس. 25 جنيه كافتيريا بورسعيد. على فكره انا اللي دفعت الفلوس دي. بجد؟ ايوه. ابن النصابه حاسبني وحاسبك؟ تقلقش هتاخد حقك. 50 جنيه كافتيريا البورسعيد. ايه تاني؟ 20 جنيه جيلي كولا لماما كول لماما ميمي. يبقى كده 571 جنيه. انا عايز منكم 571 جنيه. 571 جنيه ايه يا معفن؟ ده انا غرقك فلوس. والنبي تنيل انت حالتك حاجه يا ماما. بس انا مش عايز كلام، انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السائل دوت. انا عايز اروح استحمى. عشان ندور على الفلوس يا سيف. فلوس؟ ما الفلوس ما المجلة مع عم دهب. لا عم دهب اخد مجلة مش المجلة. احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا مش فاهم منك حاجة؟ انا هفهمك. احنا كلمنا عم دهب قلنا له هنعمل معاك ديل، انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هنديلك المجلة، وقلنا لأم سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم. أم سماح مين؟ أم سماح دي خطيرة، عاملة زي الفيري كوين، عندها كل حاجة، كأنك قاعد في كارفور بالظبط. ده انا قلت لها عايزة فانيلا لاتيه عملت ولي وفي فوم كمان. ايه الخطورة في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم، انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعة وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجلة. واحنا بقى معانا المجلة الأصلية وسوحناها هو بقى بالمجلة المزيفة. يا ولاد اللذينة، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجة؟ ولا مالكش دعوة بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشو؟ واحنا في بيننا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد هو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف، وير اولموست دان. وبعدين بقول لك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقطعه. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعه، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا اقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكله بقى، ان العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه انه العدد الاخير. طب ازاي العدد الاخير ولسه في اعداد بتتبع؟ العدد الاخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجله، مش العدد الاخير عامه. طب ازاي يا جماعه الحل في العدد القادم وده العدد الاخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق ان هو اللي بيفهم. يا سلام، احلى كوبايه شاي عملتها لكم بايديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق، انا هسالك شويه اسئله كلها حب في حب ومباشره، فلو سمحت خلي اجاباتك برضو مباشره من غير لف وحوران. تحت امرك. تعرف العدد ده؟ ها ياه. يا سلام، ايوه طبعا، ده العدد الاخير. ده الحكايه جميله قوي قوي، تحب احكي لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص، دلوقتي جده بيقول ان الحل في العدد القادم. في عدد بعد ده؟ ايوه طبعا، كان في عدد بعد ده. يعني ايه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعه، بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان دي حكايه جميله جدا جدا، حكايه طويله قوي قوي. هو انت كل حكاياتك طويله؟ مفيش حكايه قصيره تقولها لنا ونخلص؟ الله في ايه؟ خلاص يا سيف خلاص، معلش يا عم بندق خليك معايا، هو عنده حق بصراحه. طيب العدد ده موجود في المطبعه؟ ايوه طبعا موجود في المطبعه. وحضرتك تعرف المطبعه دي فين اصلا؟ ايوه طبعا عارف المطبعه فين. اوكي يلا بينا. يلا ثانيه واحده يا جماعه. عم بندق انت متاكد انك تعرف مكان المطبعه فين؟ اكيد. ايوه طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا
واتهدت واتبنى مكانها حاجة تانية؟ أبراج نايل سيتي يا أختي. يا عم حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما انا بقول على طول. الله، انتوا اللي مش محددين الاسئله بتاعتكم، وانا قلت قبل كده اسالوا اسئله مباشره اجاوب اجابه مباشره على طول. انتوا قلتوا حاجه؟ الله، انتوا قلتوا فين المطبعه؟ قلت لكم فين المطبعه؟ عارف مكان المطبعه؟ ايوه عارف مكان المطبعه. بس انت بتتكلم على ايه؟ الله، انتوا اللي بتتكلموا وخلاص. بس علينا يا عم، شفت بيشوه ازاي؟ انا مش هتكلم، كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعه، اهدوا كده، استهدوا بالله. بسيطه بسيطه جدا، احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب، وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هوت وشلته على جنب، ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجه. انا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان اروح استحمى. يا عم تستحمى، ما انت ريحتك زي الفل اهو. انا ريحتي ما انت نتن. انا بجد تعبت، ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعه انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع ليه. الله، مكبرين الموضوع ليه؟ عشان العدد راح والفلوس راحت. يا ست، حتى لو كان العدد راح، الله، يبقى في المسودة. يعني ايه مسودة؟ المسودة دي زي العدد بالظبط. جدك الله يرحمه كان كمان يعمل مسودة كده ويشخبط فيها وتبقى زي العدد بالظبط. موجودة المسودة دي، موجودة في المرسم. ايه 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 مالكو؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ ما انتوا ما سألتوش على المسودة على طول؟ انتوا سألتوا عن المجلة؟ وانا قلت المجلة اللي في المطبعة. لو قلت على المسودة كنت قلت المسودة فين. اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا. نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا، هو ايوه 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 من داري. انا فاكر كانت في الحته دي، في الجنب ده، في الجنب ده. ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 لا. هو ايوه. عم بندق. نعم. انت متاكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متاكد. متاكد متاكد؟ صراحة لا، مش متأكد، أكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس، لكن ما حطش الحوار. يا سلام، كانت قصة حلوة قوي قوي قوي، لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصة دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصه طويله حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها. في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقول لك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانه واخده برشام، فلخص. لا خلاص، ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى، كان في بطوط، بطوط ده كان ليه ثلاثه، الثلاثه دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه، اسمع القصه وخلاص. الثلاثه دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبه صغيره قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبه دي ومخبيها، وراح راسم خريطه وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبه. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني، يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس، لحد اخر المشوار حلوا اللغز الكبير، وصلوا للعبه. جي ميكي راح واخد اللعبه دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض، بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. ها يا أمي، فهمتي حاجة؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي إن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن إيه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم،
العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الاخر بقى اكتشفوا ان لوز نايم على العقد في المزرعه. كان عامله مخده يعني. طيب يا جماعه تمام، احنا نطلع على المزرعه واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينه البط. طب ايه يعني، هي بعيده مدينه البط دي؟ بعيده ايه، في الفيوم مدينه البط. ابن الفيوم قريبه، احنا نركب من الرمايه اي حاجه. بس بقى يا دي ظريف، انت وهو احنا مش فاهمين حاجه، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدو يا اما عم عبد الله. يا جماعه استهدوا بالله، انتوا الياس راكبكم ليه؟ احنا نشوف المجله العدد ده. فار فار انا اهبل. فار فار فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا. انا قتلته، انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده. لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. مش عايز اتحرك. هاني استنى يا هاني. اسمحي لي، بما اننا خدنا على بعض وحبينا بعض، اشرط عليك شويه شروط. اتفضل اشرط. احنا عندنا الستات ما بيشتغلوش، الست هنا لبيتها وجوزها واصحابها. اقسم بالله لو جيت في يوم قلت لي عايز اشتغل لازبط لك حته شغلانه. متشكره قوي. لا على ايه، ما تقلقيش، مصاريفك كلها هتبقى عليا، اكلك وشربك ولبسك، انت بس هيبقى عليكي باقه النت وهدلعك. كومبوت كومبوت. انت عارف يا زيزو، انا والله العظيم عمري ما هنساك وعمري ما هنسى اليومين دول. نيلي نيلي يلا يلا. فين الفلوس؟ هفهمك بعدين. فلوس ايه يا جدعان؟ دي فلوس كده استلفتها منها، هديها لما نرجع مصر. يعني هتقطعوا بعض في الغربه عشان قرشينات؟ وانتوا هترجعوا مصر امتى؟ لازم نرجع دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ايوه ايوه يلا يا سيف يلا يلا. مش قادر اسوق، مش عارف اسوق. انا قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. قتل مين؟ قتل الوقت يا باشا، اصل انت فاهم الوقت لو ما قتلتوش هيقتلك هو. مش عارف اسوق. خلاص خلاص انا هسوق، انا هسوق. لا ما حدش يسوق عربيتي. هتعرف تسوق؟ مش عارف اسوق. خلاص يبقى تعالى بقى. طيب طيب باي باي بقى يا زيزو. ايه ده؟ هتنتهي قصه الحب العظيمه بسرعه؟ ما عايز بس يعني الحاجه تقابل الحاج. مين الحاجه ومين الحاج؟ الحاج امي تقابل الحاج ابوكي. انت عايز تقابل بابي؟ يا ريت. طيب العنوان ما يتوهش خالص، مجمع ترى سجن المزرعه. ايه ده؟ ابوكي ظابط زميل؟ لا مسجون. ما قلتليش ليه؟ كنت اوصي عليها ابويا. باباك ظابط هناك؟ لا مسجون برضك بس مسيطر. باي 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 يا عسليه. ما تخافش يا سيف. اهدى اهدى. على السلامه. بقول لك ايه، ادوس على انهي زرار؟ انت مش عارف تسوق. لا لا عارف عارف. انت مش عارف تسوق. عارف والله عارف. بالراحه عليه. تنسيش تعملي لي متابعه على الانستجرام. البت وقعت. ايه ده؟ وانا مين هيروحني؟ انا بخاف من الجهاز العملاق ده. يا نيلي يعني مؤاخذه، هم حلوا الكلمات وبعدين قروا القصه؟ مظبوط سعادتك. اه ودي قصه ايه بقى؟ قصه عقد الجده بطه. يعني ليله القبض على بطه. القصه نفسها ايه هي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. كانت الجدة بطة تعيش في مزرعة سعيدة، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيرة الزرقاء. ايه يا أبلة فضيلة، انت بتنايب نختك يلا. ايه القصة على طول يا مؤاخذة اقولها؟ انا اسف سعادتك. اتفضل. جدة بطة دي اصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدموا لمراته هديه في عيد جواز أذن. حلو. لكن للاسف. خير. للاسف تاتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. ايه حصل ايه؟ العقد ضاع. 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 لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت ازاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجد بطه. غالي قوي. يا ابن الايه يا ميكي، يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضح محلول يا مؤاخذه. خلاص ازاي سعادتك ومحلوله ازاي؟ نروح يا مؤاخذه للجده بطه ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجده بطه؟ اعرفها. ايه اللي اعرفها؟ مؤاخذه عز المعرفه. يلا
معرفش حاجة. متعرفش ازاي بس يا عم بندق؟ ده احنا قلنا انت اللي هتجيب لنا الخلاصة. انا قلت معرفش بقى وما تضغطوش عليا اكتر من كده. انا مش هقول اي حاجة. طب وبعدين ما نروح لبابي يمكن هو يكون عارف. احسن وان شاء الله مش هتعرفوا، عشان تبقوا تروحوا بورسعيد وتخشوا عليا كده وايديكوا فاضيه. احنا كنا في ايه ولا ايه يا خالتي؟ طب ده المرحوم الله يرحمه ويبشبش التوبه اللي تحت راسه كان دايما ياخدني قريه النورس، وكان يجيب لنا ام الخلول بالكيلو بالاتنين كيلو، ومنين ما نقعد بقى اشري 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 اشري. انا مش مصدقه ذكرياتك المقرفه دي. دي مش حاجه تفتكريها وتفتخري بيها على فكره. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا لازم نعرف اول ميعاد زياره لعمه عشان نساله. طب افرضي رحنا وطلع مش عارف حاجه. ما تفوتي صوتك ليه؟ اصله كان متجوزها. متجوزها؟ متجوزها؟ الف مبروك. لا لا ما تشغليش بالك انت بالحاجات دي، خليكي بس مركزة مع شعرك الحلو ده. بقولك ايه، ما تقومي افرجك على الكرتون على حرب البلابل انت بتحبيه. يلا يا حلوة خدوا راحتكم بقى. ها يلا يا حبيبتي لحسن يفوتك. يلا كمان متجوزها؟ مش كفاية مدوخنا وراه باللغز بتاعه ده؟ طب ايه حكاية بطة دي؟ دي كانت نزوة في حياته. اصل في حبة ايام كده كان زعلان مع ماما ميمي، قام الست بطة احتوته اتجوزها سنة. كانت احلى سنة في عمره كله. كان مديها بقى العقد ده اللي في المجلة هدية بتاعت شبكة بتاعتها. العقد ده اصله اثري، ده بتاع الاميرة فوزية. طب هو انت عارف هي ساكنة فين بطة دي؟ طبعا عارف. كان هنا الجد بطة ساكنة في سيتي ستارز؟ لا البيت بتاعها كان هنا. يا سلام يا سلام يا أولاد ذكريات. البيت ده كان جميل جدا جدا، وليه جنينة كده كانوا تملي يلعبوا فيها سوا، وفي كشك وكلب، كلب صغير اسمه كان تملي. أنا مش فاهم ليه بس بيهدوا البيوت القديمة الجميلة دي ويروحوا حاطين مكانها الخرسانة دي. مش ممكن، بلد كلها بقت غابة من الخرسانات. هو أنت آخر مرة جيت هنا كان إمتى عم بود؟ من 40 سنة بعد العبور على طول. اوكي طب نسأل مثلا الجيران يمكن يقولوا لنا عنوانها فين. جيران مين يا حبيبتي؟ بيقولك ما جاش من 40 سنة، يعني اصلا ما كانش في مدينة نصر. طب هنلاقي فين الجدة بطة دي؟ هو انتوا عاوزين الجدة بطة نفسها؟ امال ايه يعني؟ الله، ما تروحوا لها دار المسنين. دار المسنين؟ ايوه، ما قاعدة في دار المسنين. ايه ده؟ طب انت ليه ما قلتش من الاول انها في دار المسنين؟ ما انتوا قلتوا عاوزين بيت الجدة بطة، جبت لكم بيت الجدة بطة. انتوا لو قلتوا عاوزين الجدة بطة نفسها كنت جبتكم على طول. بصوا انا عاوز الاسئله مباشره ومحدده، اجاوب انا على طول. واضح ان مش جده بس هو اللي حابب يلففنا. تبعت لنا عم بندق كمان عشان يشيل لنا. طب انت تعرف فين دار المسنين دي؟ ايوه طبعا. ربنا يستر. انت متأكد ان احنا هنلاقي الست اللي اسمها بطة دي هنا ولا ده من تخيلاتك برضو؟ طبعا متأكد، ده انا اللي موصل ست فاطمة هنا في دار الشفا بنفسي. ثانية واحدة، دي دار المنى. Are you sure؟ واتفر يا بنتي. ايه ده؟ مش دعم دهب؟ وده ايه اللي جابه ده؟ تعال نشوف. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا بندق؟ الحمد لله. ازيك انت عم ذهب؟ الله، انت اللي جابك هنا؟ مؤاخذه زياره يعني. تعرف حد هنا ولا ايه؟ ما انت عارف يا بندق حبايبي يا مؤاخذه كتير. وانتوا عاملين ايه يا بنات؟ هو مش انت سواق البيجو بتاع اللي وصلنا بورسعيد؟ وانت برضو الجرسون بتاع الباي باي درينك بتاع البنسيون؟ وانت برضو نفس الشخص. اهلا 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 وسهلا، ازي حضرتك؟ هو انتوا تعرفوا بعض اصلا؟ مين؟ عم دهب؟ لا ده انا لسه بقابله بالصدفه دلوقتي. استاذن انا بقى عشان سايب التاكسي لوحده. استنى افتح العربيه.
مؤاخذه اصل بسيب مفتاح العربيه معاه عشان اما اجي داخل مثلا مفاتيح العربيه يعني ما تبقاش كده يعني. طب ما تسيب مفاتيح العربيه معايا عشان انا مش هستناك في العربيه عشان الدنيا مش شمس. روح الحته اللي مش على مزاجك استناني فيها يلا. طب مش هستناك تحت العربيه عشان الدنيا مش شمس. ما تستناش في اي مصيبه اتفكر على الله. حاضر يلا. وانتوا جايين تعملوا ايه هنا يا بنات؟ احنا كنا جايين يعني نتفرج على المكان كده عشان لو عجبنا نحجز فيه لان خالد شريهان حرام كبرت وخرفت قوي. طب هو انا مش كنت قايل لكم برضو اما تكونوا عايزين مؤاخذه اي حاجه تكلموني علشان احلها لكم؟ بس احنا مش عايزين حاجه. بس انتوا لو مؤاخذه تفتحوا لي قلبكم وتقولوا لي على مشاكلكم ايه انا مؤاخذه احلها لكم على طول. ربنا بيجيب مشاكل يا عم ده. مش القصد مشاكل يا بندق، انا قصدي يعني يكونوا عايزين حاجه بيدوروا على حاجه مؤاخذة عايزين يسألوا على حاجة. ما نتحرمش منك يا عمو، يلا بينا بقى عشان نلحق معاد الزيارة. زيارة ايه؟ مؤاخذة انتوا مش تقولوا جايين تشوفوا المكان؟ ما انا اقصد زيارة المكان كده اهو. طب ماشي اروح انا بقى عشان اشوف اللي مش مستني ده مش مستني فني ده قبل ما يتوه. انت غبية قوي. اسم الله قوي. هي دي الأوضة يا بنات؟ مدام بطة. ألف مليون سلامة عليكي. مالك؟ إيه اللي حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات لسه زيتها من 12 سنة كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطة موز لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من أربع حروف. بندق، أنت إيه اللي جابك هنا؟ أهلاً أهلاً أهلاً. ازيك؟ أهلاً مدام بطل. ازيك يا بندق؟ أهلاً أهلاً. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا دول أحفاد ميكي بيه. يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام إيفون زميلتي هنا في الأوضة، غلبانة قوي دايماً تنسى مواعيد الدواء. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جده بلبوس؟ ما قالتش بلبوس، قالت خلبوس بلاش فضايح. ميكي ده اكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي انا اتجوزته. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الاوضه، ها اصلها غلبانه بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام ايفون الدكتور كاتب لها الدواء كل 3 دقايق. ما اعرفش ولا شفت رشيتها. بندق ازيك يا بندق؟ مين دول بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس انا زعلانه منه. زعلانه منه ليه بس يا حاج؟ حاجه حاجه ايه يا جربوعه انت؟ مين دي؟ دي 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 جربوعه تبقى حفيده ميكي بيه. قطيعه ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه. مش عايزه. لا غلبة. لا بقول لك ايه، لا هتاخدي يعني هتاخدي، ده انت هتاخدي اتنين المره دي يا جماعه. دي بتقتلها بتقتلها. كفايه كفايه كفايه. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول بناتك؟ بناتي انا وشيرين، وانا جايبهم هنا عشان يزوروكي. اسمعي بقى، احنا جايين عشان نسالك سؤال مهم في موضوع مهم جدا. موضوع ايه؟ العقد اللي ادهولك ميكي بيه فين هو؟ ما انا قلت لعم دهب، هو ما قالكش؟ لا ما قاليش، احنا عاوزين نعرف منك انت بقى. العقد اتبرعت بيه للمتحف. متحف ايه؟ حبيبتي لا ابوس ايدك، سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا، ركزي معانا العقد فين؟ وانت مالك انت ومال العقد؟ يا حراميه يا بيئه يا جربوعه، انت مالك يا بوليس يا نيابه؟ اصبري بس اصبري بس يا حاجه بطه، ما فيهاش حاجه. يا جربوعه زي بناتك؟ انتوا مين انتوا اصلا؟ امشي اطلعوا بره. انا بندق بندق، انا بندق بندق. يا حياتي عليك ازيك؟ بندق كويس، بندق كويس جدا الحمد لله، واحنا مش بناته، احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه. ميكي بقى اديكي عقد انت حطيتيه في المتحف. متحف ايه؟
طب ما تقولي كده من الأول. متحف المجوهرات الملكية، ما هو أصلاً بتاع الأميرة فوزية. يا حياتي دي مدام إيه؟ حبيبتي حبيبتي افتحي بقك. يلا إيفون ما تغلبينيش. بقولك إيه، الحاجة بطة هتخلي الحاجة إيفون تأفور، دي سفت نص الشريط. لا ما تخافوش، إحنا بدلنا الدواء بإيمان تام. إيفون يلا، دي مدام إيفون زميلتي هنا في الأوضة، غلبانة قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء. انتي مين؟ مبتسمة على ايه؟ هو ازاي عم دهب عرف ان احنا رحنا عند بطة؟ اكيد من الرجل اللي كان معاه اللي انتي قلتي انك شفتيه قبل كده سايق تاكسي. لا مؤاخذة يا هوانم، الشنطة بس عايزين نفتشها. اوكي. لا 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 مش بتتفتح كده، هتبوظها يا متخلف. اهي ايه ده، جايبه سندوتشات؟ سندوتشات بس بس. اتفضل. يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا؟ ايوه طبعا، واي نوت. ما تيلا يا عم انت هتاكلها. ثواني بس، فيها قنبلة، خلي بالك في السوسته. ها بس اوعى تمسح بقى الصور دي. لا معايا مش همسح. ماشي، انا مبسوط قوي. ليه؟ انت عارف انا بقالي قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده؟ متحف زراعي ايه؟ هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع، هو ورد اهو. وعشان كله زرع وورد يبقى المتحف الزراعي؟ طب ما في بلاط، يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي؟ لا البلاطي دي في الشتاء. يا سلام. امال ده متحف ايه يا عم؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده، اخر مره جيته كنت في سنه ثانيه ابتدائي وجاي مع المدرسه. يا راجل انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه؟ لا رحت، كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحركه الدوليه مع بعض. ما رحتش مصنع شيبسي؟ رحت، ده كان يوم جامد وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه. ما رحتش مصنع الكراسي؟ ايه ده، فين ده؟ لا ابقى اوديه لك انا. ماشي. ايه ده، ماشي حط ال، خد منديل اهو. ايه 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 يا وكاله من غير بواب؟ في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول؟ ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده؟ اتفضل. حاجه كده او كده، معادن، لانشون او اي حاجه؟ ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمد قوي، استنى لما افتشك. اهو يا بيه معاك ممنوعات، انت بتزمر. بزمر ده انا مد انتظار. يا بيه لا، انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. انت لمد قوي، اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ ما كل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيسرقوا. انت نسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت عايز ايه؟ انا لمد زيه على فكره. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. طب تدخل اللمدين عادي؟ اتفضل يا بيه اتفضل. بصي السقف تحفه ازاي. واو. بص بص الله، جامد قوي الطقم ده. انا ممكن الاقي مقاسي صح؟ مقاسك يا متخلف، احنا في الشواربي. انا بلبس ميديم عادي. ميديم ايه ده، لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه. يا سلام. طب فين الطاقيه البيضه الشبيكه؟ في ملك هيلبس طاقيه شبيكه؟ ما هو لابس جلابيه اهو. طب تعالى اوريك الكوزلوك بقى بتاع الملك. قصدك الكازلك ده؟ لو ملك الكبده. ولا هاني يا شوش، بقول لك ايه، مش ده بقى النيش بتاع الملكه؟ اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه. هي الملكة دي بني أدمة يعني كان عندها قايمة مسجلة فيها النيش وكده؟ بس كانت سايبة القايمة مع أمها. انتوا جاهلين قوي. طب يلا 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 تعالوا نتفرج على طقم السين والأكروبات بتاع الملكة. إيه ده؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات؟ أكروبات؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات، كانت بتشعل على الترابيز، عارف الترابيز؟ البنج. بنج إيه؟ الكسبان على الترابيز. أنتوا بتقولوا إيه؟ أنتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. إيه ده؟ هو إحنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جاي تليفون ما ردش؟ طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟ ايه ده، انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى لحسن، هيسرقوا منك اللغه كده، هيلقطوها. جايز العقد ده حلو بس. بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي، ده كله خارج النجف.
مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه يقوم الواحد ده باصص ورايا يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف، استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقده في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبص. مظبوط، احنا كمان هنستخدمه في الخير. متخافش يا عم مش هصح العقد. وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. لا مش هقتل تاني، لما بقتل ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. بس يا سيف بس. بصوا انتوا دلوقتي تطلعوا برا اعملوا اي سين، اعملوا خناقه، اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكوا. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته تانيه فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شريهان انت فهماني، خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه اوكي، انتوا اطلعوا وانا سيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه. خلاص يا سيف انا اللي هسرق. يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني. ربنا كشفك يا هانم، بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك. استر عليا يا هاني. ابدا، هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي الصوت اللي بره ده اكيد في مصيبه بره. ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيه كده. انت عاشقها يا كلب، كمان بتحلف كذب. اسرق العقد. انا مش هينفع اسرق سيف عشان خاطري اسرق. حاضر. ايديا بتقف بتتشل لما باجي عند العقد مش قادر اسرق. خلاص كفايه ان هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونك ابيض عادي. طول عمرك بتحب الالوان عشان كده بتحب الرجل الاخضر. مستنياه لما يستوي يبقى برتقاني يا هاني. انت السبب يا هاني. انت بتتفرج عليا؟ راقب الناس. مفيش حد. اوكي watch and learn. يا نهار اسود، الامن جاي، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يلا معانا. بيرسون ما توش. Je ne comprends pas pourquoi vous me parlez comme ça. Je ne suis pas égyptienne, je suis française. نعم. Je ne connais même pas cet imbécile. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Il sait tu n'existais pas. انت عملتي مش شانزليزي عشان لابسه برنيطه؟ انا كمان مش مصري. لكن أخاب مصر كتير. وخيات الحسين اسمعوني، أنا كوستا، كوستا اليوناني. رين تليليلين تلين، أنا كوستا اسمعوني، أنا عايز الكونسول بتاعي، أنا كوستا اليوناني. جدع يا بنت يا نيل، ده انت طلعتي بنت ما جابتكيش ولادة. أنا مش فاهمة انت بتقولي ايه، بس أجاس بتشكري فيا. أنا ذكية جدا عامة، ثانك يو. مش وقت تثبيت في بعض يا اخوانا، المهم دلوقتي هنعمل ايه في موضوع العقد؟ يا ده أنا مش قلت لك بلاش الفحم اللوكشة ده، نتور لي سماسي. حاضر يا معلمة. والله ما أنا عارفة هناخد العقد ازاي، ده المتحف عليه حراسة طول النهار. خلاص، نخش بالليل. يا تصدق فاتتني دي فكرة ذكية برضه، صح وإحنا داخلين بقى نقول لهم إيه يا أهبل، داخلين نقيل عندكم ساعتين؟ حتى لو عرفنا ندخل بكمية السيكيورتي اللي موجودين دول واتقفشنا جوه هنتحبس وش؟ انت عبيط؟ خليك انت بس في مية السلطة اللي بتشربيها دي. ده ديتوكس يا متخلف. ايه ده خمرة؟ جرايا شوشة بتسكر كده واحنا قاعدين؟ بس يا جاهل، ده ديتوكس. ومفتح الباب. ايه الديتوكس ده، منظف يعني ولا ايه؟ بقولك ايه، هو الديتوكس ده اكيد مش خمرة؟ بلاش جهل بقى. اوكي سوري. كفارة عم سيف، تعالى تعالى بنضرب ديتوكس، تعالى. ايه
خدت الاسم مرتين، اتضرب واتهان واخد بالجزمه، والظابط ما مشانيش غير ما قعدت اعيط وقال لي روح يا هبل كده. لا وكل كوم اللي عملتيه في المتحف كوم، عملتي ده ليه؟ ده لو جيمي بيغو كنتي وخدت بعدك ومشيتي وسبتيني. ايه يا سيف، كنت عايزني اتحبس معاك يعني؟ بص يا نيلي، انا معاكي في اي حاجه بس ما تكونش فيها خطر على حياتي ولا على سمعتي. خلاص سوري. ولا اخش قسم شرطه. قلت لك سوري. ولا اشوف ضباط. ممكن تقعد بقى لو سمحت عشان ورانا حاجات كتير نعملها. طب ما بدل ما تخشوا تسرقوا العقد من المتحف ادوا العيش لخبازه. ندي العيش لخبازه ازاي يا خالتي؟ قصدها يعني ان احنا نجيب عيش ونوزعه على السكيورتي ونحط لهم فيه مناوم فيناموا احنا نعرف ندخل. انا قصدي مش كل من رس الثواني قال على نفسه حلواني. بدل ما ندي لهم عيش نحط لهم ديزرت حلويات يعني مش فارقه كتير. انا قصدي تشوفوا لكم واحد حرامي يسرق لكم المتحف. حرامي ويسرق المتحف؟ انا مش مشترك معاكم في المؤامره القذره ديت. ما تهدى بقى يا عم السيف، خلينا نعرف نفكر. اقعد اقعد ارتاح، كملي يا معلمه. هنجيب حرامي في الاصل كان خباز وحلواني. انا هنزل الفرن الافرنجي اجيب لكم الحرامي ده. افرنجي ايه يا اطل؟ الحلواني ده يبقى جوز امك الله يرحمه. كتك ست النيله. انا عايزه تنزلوا دلوقتي على قهوه الحراميه تستلقطوا لكم واحد حرام يكون كويس كده، وهو بقى اللي يخلص لكم الشغلانه دي كلها. انت تعرفي حد هناك يا خالتي؟ ده نعرف نقيب الحرامي حبيبي. خد خد يا متنيل. ايوه. طلع نمرته من على الموبايل، هتلاقيه متسجل منعم الحرام. منعم الحرام مسجلها كده؟ ايوه. ماشي حاضر. محمود الاردن، مصطفى شروكي سودا. ما بلاش بقى كده هتفتش الاسرار. ماشي. مين مصطفى شروكي سودا؟ اتنيل. شوف نمرته. حاضر حاضر. منعم الحرامي. ايه اتفضلي يا معلمه. الو، ازيك يا واد يا منعم وازاي امك؟ اتقفشت؟ طب والبت دوحة؟ ايه اتقفشت برضو؟ ده الشبكه كلها وقعت بقى. امال ايه؟ الاداب شدت جامد اليومين دول. خالتك دي جامده بس. اي نو، امال بقى لو كنت حضرتيها ايام الدولاب. ايه ده؟ انا كمان وانا صغيره لما كنت بلعب هايد اند سيك كنت بستخبى في الدولاب. بطلي جهل بقى، الدولاب ده زي الديتوكس كده. ازاي؟ استغفر الله. انا هبعت لك ناس حبايبي عايزاك كده تستلقط لهم حرام. هو انت مكانك فين دلوقتي؟ ايه؟ لا لا، طب استنى هديك واحد توصف له الطريق عشان هو اللي هيسوق. خد. ايه عايزه ايه؟ خد رد على الراجل يخرب بيتك. ده حرامي. انا اكلم حرامي؟ خالته صباح، هتخليني اكلم حرامي انا يعني؟ يا واد يسمعك يا واد. يسمعني ايه يا دكتور؟ ما هو حرامي هو عارف. خد يا واد يا مسهوك انت. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ يا فندم فين المكان بقى يا فندم؟ في الحكوره عزبة العرانيس. ده فين دي بقى؟ في مدينة الشمامين؟ خليه يعمل لك شير لوكيشن على واتساب. شير لوكيشن ايه؟ بيقول لك عزبة العرانيس، اقول له شير لوكيشن؟ ايوه ايوه انا هسال، انا ايوه هسال واجي. حاضر متشكر، اجي لك عند البطزاية نفسها في عزبة العرانيس. حاضر يا فندم. طيب ماشي، هنيجي امتى؟ بكره. بكره؟ بكره يا معلم. ماشي يا فندم، مع السلامة. مع السلامة. زق قوي انت. مع السلامة. باي باي. سلام. انا مش هشترك في المؤامرة القذرة ديت. يعني هتسيبني اروح لوحدي؟ لا. هتيجي معانا يعني؟ لا. يلا هاني. ايه ايه المكان ده؟ ما تقلقش احنا ماشيين صح، انزل بس في المزلقان ده. انزل فين بقى؟ الحق يا هاني. ايه في واحد معاه بلطة؟ بلطة ايه؟ هو ماشي في الغابة. غابة ايه؟ بقول لك بلطة مش بطة. ايوه يا عم سمعتها، دي اسمها سنجة. سنجة ايه السنجة دي؟ السنجة دي آلة موسيقية بيقعد يعزف عليها. يعزف عليها؟ ايه يا سيف؟ ايه يا سيف الغباء ده؟ ما عادي يعني، ما انا ما بنزلش من بيتنا الا وانا معايا القرن. قرن فلفل؟ عشان تشعوطي اي حد في عينيه. ما تقلقش ما تقلقش يا عم سيف، انت ماشي معاك هاني الدبدوب. ما تقولي حاجة يا شوشو، دي القعدة صغرت قوي.
ده دوبي دوبي دوبي. الحق في طفل صغير مش لابس بنطلون اقسم بالله اهو. ايه ده فين ده؟ ايه ده مش صغير ده كبير. لا لا مش هبص. تجيبنا فين يا عيني بس؟ مش مكافش مش ممكن المكان ده. يا نهار اسود. اقف اقف هتدوسه. مش عارف عايز ايه. تقلقش دول اهل المنطقه لما بيلاقوا حد غريب داخل عليهم فلازم يامنوا كده اهوت. مش انتوا في منطقتكم لما بتلاقي حد غريب بتامنوا؟ هاني انا من مصر الجديده. مصر الجديده بيخشها حوالي 2 مليون واحد كل يوم. اقف انا بقى في ميدان روكسي اهم من الشعب. خلاص خلاص انا هتصرف احل الحوار ده. انزل معايا. لا انزل انت. لا انزل عشان تتعلم كده وتعرف تتعامل في المواضيع دي. انزل. انا خايف. ما تخافش انزل انت نازل معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش بس يا مدير سكه كده عشان معانا حريم داخله. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده يعني شغالين قشطه بيقولوا يعني بيقولوا. انت ايه يابا انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه ما تعرفش هاني الدبدوب؟ مين هاني الدبدوب؟ وترى بقى دبدوب بحجره ولا زنبلك؟ على الصلاه حلوه. يا سيف بتنايل ليه بتضحك على ايه؟ عشان ابان ابن حنك. بس اخرس خالص. حاضر. لا يابا هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقه السلبيه. صلى على النبي. اه وروح بقى اسال كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير يا. ايه ده طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا يا. والله ايه ده معلش عشان انا مش من المنطقه دي يعني حضرتك الكبير بتاع المنطقه؟ اه. هو اه ولا لا انت؟ يا عم بقول لك اه. معلش انت قلت الجمله ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكام. طب ما تاخد برشام. على الطلاق حلوه. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا يا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش هو بس اللي يهزر. ماشي حقك عليا. معلش جاي ليه؟ جاي عشان اقابل المعلم منعم. معلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانية واحدة معلش خليك. شو؟ أي دبدوبي. المعلم منعم اسمه المعلم منعم إيه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويا يا عسلويا. عسلويا؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويا. أه خش يلا خش جوه. طب أنا جوه العربوية. جايين للمعلم منعم لو سمحت يعني انده لنا على المعلم منعم. مفيش منعم هنا اتكل على الله عشان ما أعملهاش معاه. يا لو سمحت أنت. أيوه عسل. لا مش عارف فين المعلم منعم وسع لنا عشان احنا ندور عليه. ايه القسى توك ده؟ بقول لك يا زميلي تعال. امرني. انا امشيك. الله يكرمك. بس ليه طلب سؤال ان. ايه طلب ايه؟ سؤال ان. اؤمن عادي. سيبها وخد عرقها. لا يابا خدها بعرقها يابا ما يغلاش. بعرقها؟ اه ما يغلاش عليك. اخلص. عرقها ده انضف منك. من المجنون. أنا آسف جدا. أنا مش عارف عملت كده إزاي. إيديا أنت هتف هتف علي. تف تف علي. هتعمل إيه؟ على الطلاق لا تموت ياض النهاردة. أما تخليها تف. على الطلاق لا أقتلك. على الله أعلم. حد ليه يشوف حاجة؟ طب حد شاف شوقي حامد؟ راح مشوار وراجع يا معلم. لما يرجع قولوا له المعلم منعم عايزك. يا معلم منعم. في ايه يا ولا؟ انا هاني حامد اخو شوقي حامد وجايين لك من طرف الست صباح. صباح العيقه؟ الايه؟ العيقه. اه جايز. هي عيقه. اه سيبوهم. يرضيك يا سيد المعلمين يتكتروا علينا ويلونوا على حريمنا ونقف ساكتين من غير ما ناخد حقنا. انت وجه انت تضربونا هنا يالا. انت جاي تضربنا هنا يالا في منطقتنا. انت واكل ايه؟ والله لحم بطن من الصبح. ده انت ولعك زخانه بحالها. خد يا شيبه. يا معلم روح تعيش. فينو ولا كايزر يا معلم؟ فينو فينو.
ماشي يا معلم. انا حيتك من تاني. استغفر الله العظيم. معلم انا اللي كنت بتضرب. انا حيتك من تاني. استغفر الله العظيم يا رب. الجراحه حلوه مفيش كلام، بس اخد الحق صنعه، واللي انت عملته ده مفيش فيه اي صنعه، دي دخلت انك لميت وانهم لميتون. واضح يا معلم انك متاثر بالفيلم ده قوي. فيلم ايه؟ فيلم ايه؟ مش بعدين. معاك سجاير؟ ما انت بتشرب معاه السلاوي يا معلم. انت مالك؟ صح صح صح، اتفضل سيجاره يا معلم. هات العلبه كلها، حط السيجاره. انت فديت نفسك بالعلبه دي. ده لو ادينا لك الشيبسي شوفوا هيعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي، بس انا مش بطولي. ايه فورياجي؟ مش اهواج انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظه، وطالبين منك خدمه، احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك عشان لما مؤاخذه كده عايزين نعمل عمليه. ما الحته كلها حراميه. لا ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي، كلهم معزه واحده، كلهم اولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون تراست وورثي. ها؟ يعني حد تكون بتضمنه. بس اضمن مين؟ دول كلهم حراميه. انتوا تروحوا على القهوه تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. احنا نروح نعمل اوديشن للحراميه. اوكي، ولو حصل حاجه قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي يعني زي جزر يعني، دي التعويذه. نيلي ده طلع خارق. واو، اتكلوا انتوا على الله. ماشي، باي. يا معلم خد العيش اهو، انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش قرب بقى، ولا لو عندك علبة آيس كريم في الفريزر والنور قطع تاكله هو سايح، ولا تستنى اما النور يرجع والآيس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد أسهل يا معلم. وكتر مصاريف، كتر مصاريف يا ولا. يا شوية هفيات، معرفتش أربي بقى حتة بنت زيجي تقلبكوا وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحرمية؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجة ولا هم رجالة بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينة كده. تخينة كده؟ لا هي مش تخينة، هي مكورة. طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. مدورة ومكعورة وقصيرة. وبتتكلم زي البنت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. حرامية ايه يا استاذ؟ تفهم من بقك، ايه حرامية دي؟ انا ما مدش ايدي في جيب حد ابدا. امال ايه بس؟ مسروقة مسروقة. يا شوية هفيات، معرفتش اربي بقى حتة بنت زيجي تقلبكوا وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحرامية؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجة ولا هم رجالة بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينة كده. تخينة كده؟ لا هي مش تخينة، هي مكورة. طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. مدورة ومكعورة وقصيرة. وبتتكلم زي البنت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. يا شويه هفيات، معرفتش اربي
بقى حتة بنت زيجي تقلبكوا وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحرمية؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجة ولا هم رجالة بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينة كده. تخينة كده؟ لا هي مش تخينة، هي مكورة. طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. مدورة ومكعورة وقصيرة. وبتتكلم زي البنت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح؟ ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا ام فتحي، انت يا وليه يا ام فتحي، اطلعي يا اختي الدلدلي وردي عليا بدل ما بازع كرامتك في الحاره كلها. مين؟ ست صباح؟ يا اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، فين الجاموسه اللي شبه البقره بنتي؟ وايه لازمته الغلط ده يا ست صباح؟ استني بس، هو انتوا لسه شفتوا غلط؟ قولي للجاموسه اللي عندك دي تنزل بدل ما اطلع لها مدي ايديا في كرشها اطلعها من زورها واقلبها لك كده اهو زي الشراب. خالتك جامده بس. امال على العموم هي مش هنا. خرجت. خرجت راحت فين يا ولية؟ معرفش خرجت. وانت هتعرفي عن بنتك حاجه وانت شكلك كده؟ خشي تنيلي، خشي جوه عربيتي. قول يا ربي انزلي من العربيه يا حراميه. انزلي يا بت. ايه يا جماعه انتوا فين؟ معقوله كل ده عماله ادور عليكوا؟ بتدوري علينا ليه يا فتحي؟ عشان تقلعينا هدومنا وتسرقينا؟ حد الله، ده انا قلت بس اروح مشوار على ما تخلصوا وتقولي. طب وبتاخدي العربيه معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني الحق عليا، لقيتها واقفه قلت البطاريه هتنام، قلت اسخنها لكم. والله فين الحاجه يا بنت حراميه؟ حاجه ايه؟ انت هتستعبطي يا رحمك؟ ما تطلعي الحاجه بدل ما اعمل معاكي زي ما عملت مع السيد عظمه. فاكراه الا سيد عظمه. استني يلا خلاصي. اولا انت جامده جدا. ميرسي. عملتي ايه بقى مع سيد عظمه؟ لا لما تكبري بقى هبقى اقول لك. ابعدي ورا. خد يا ست الحاجه بتاعتكوا. ايه؟ كامله. خد شوف الحاجه دي، لا تكون ناقصه حاجه عشان اخلص عليه. ناقصه؟ مفيش حاجه تنقص معايا. فين الحلقه بتاعي؟ حلقه ايه؟ الحلقة الدايموند اللي انت لابساه. اطلعي يا بنت بالحلقة. يوه خد يا ست، كنت هروح بقى فنت كلنا حرامية في الخير. امسك. هات يا اختي. خد يا حبيبتي. تمام كده؟ ثانك يو. هاي خلاص كل تمام؟ وايه اللي تممه يا روح امك؟ انت فاكراها هتعدي كده بالسهل؟ ده انت بتحلمي. يا ست صباح عليا الطلاق بالتلاتة، ما كنت اعرف ان هم تبعك. وبعدين خلاص بقى، انتوا يعني مش جايبيني من مشيخة الازهر، انتوا جايبيني من قهوة الحرامية. طب يا اختي ما ترديش كتير في الكلام، اديكي عرفتي، ما تبقيش تعمليها تاني، دول تبعي. ماشي حاضر، بس والنعمة ما انت باشا وانت زعلان، لازم اصبح عليكي. طب هتولعي على طول ولا لسه هترولي؟ انتوا لسه هتولعوا وترولوا. يلا يا خالتي عايزين نروح. ايه يا بنت خدي نفسين بس اعدل دماغي على الصبح. خلاص مفيش مشكله، نعوضها المره الجايه ان شاء الله، والمصلحه بتاعتكم اعتبرها مقضيه. والله نجيلك مره كمان عشان تسرقينا تاني. فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن، انت هتقعد تقتتني؟ قلتلكوا والمصحف ما كنتش اعرف انكم تبع الست صباح. وبعدين خلاص المره الجايه اي دقه نقص مني هي عارفه اولي ايه واخري ايه، هتجبني على طول من قفاه. دي كانت صاحبه امك ده في كشتوه. ما خلاص بقى يا روح امك، انت هتقعدي تسيحيلي. يا جماعه اهم حاجه نشوف مصلحتنا، احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رميه الكلاب. معاك حق، وما تقلقوش منها، انا عارفه ديت. طول عمر كلامك الماس. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا، تقول الصبح ان شاء الله على القهوه نقضي المصلحه. لا صبح ايه، بقول لكم ايه، اتكلوا انتوا على الله مع السلامه. اطلعي بنت حضري الولع وخلي امك تحضر الفطار. وقولي لها ما تنساش البيت. عينيا الشقه هتنور. يلا سلام. انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت ترجع العربيه بتاعتي يا خالته صباح. يا روح خالتك صباح، مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي؟ طب لما تعرف بقى قول لي. سلام بقى حبيبتي يا خالته.
يلا يا عندليب. خالتك دي أرجل من خالي. يعني هم راحوا قهوة الحربية عشان يسرقوا العقد. مظبوط سعادتك. طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوا احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقه منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. اقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها، قلت لك حلو. انا طول الليل. انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر حاضر سعادتك، بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعة ما العملية ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجة كده تحت الحساب على الاقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، انت طلبت حاجة وانا قلت لك لا؟ لا. عمري حش عنك حاجة؟ لا. طب لما هو لا لا، امال ايه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ صحيح. بص عليك، لحظة واحدة. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك ملحة بقى، روح اجيب شنطة عشان اخد فيها. خد فيها دي. ده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الاخزخانة تجيب لي بيه دواء الضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دواء الضغط يا ضاحي، بقول لك حمود. حاضر. انت مفيش بقلبك رحمة. لا لا حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر الدواء يا ابني، مش كده. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرامية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتنا وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تصطبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجة مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعة انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس اهي جت اهي. بس هي مالها عاملة في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانة رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البرية. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البرية. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي؟ شايفة؟ شايفة الشعر الاصفر مش القرف اللي انت عاملاه لنا؟ ضربالنا راسك بمية اكسجين وعاملها لنا على فرانكا. اخرسي بدل، بجد وحياة ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحتة بهدلون طول ما انا ماشية، يجروا الشعبطوا يجروا الشعبطوا. طب وما فرملتيش فجأة ليه؟ يقع على طول. جاتش في بالي بقى. معلش، الحمد لله على السلامة يا ست فتحي. الله يسلمك. يا ست فتحي، يا جماعة الجملة دي مش راكبة معايا، مفيش حاجة اسمها الست فتحي. أيوه صح، إيه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ أنت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما أخذ الشغل يمشي، لكن أنا اسمي الحقيقي جايدة. طب والنبي وأنت جايدة هاتي لي معاكي ولعة. ممكن تديني شفتة؟ اتفضل. سيف. إيه؟ أكيد اسم جايدة عليكي أغرب بكتير بالنسبة لي من فتحي، فإحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي. يا جماعة ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت؟ عشان أنا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده أنا بفكر أتجوز وأقعد هنا. بقولك يا ست فتحي. نعم. أخبار القانون الجديد هنا إيه؟ لا والله جتلي متأخر، آخر تربتين لسه مأجراه. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا أنا. دلوقتي هنعمل إيه في موضوع العقد اللي إحنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاكي يا أبلة. بص يا أساتذة، أهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، إحنا بس أهم حاجة نعرف كل حاجة عن المتحف. المتحف ده تأسس سنة 1838، كان بتاع واحدة اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثة بتاعتها اللي هم أحفادها اتبرعوا بيه لوزارة الثقافة سنة 1957. لما اتبرعوا بيه لوزارة الثقافة سنة 1957. انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ. تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجة عن المتحف، يعني عايز اعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور، في لما مؤاخذة كام كاميرا معشاه جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسة؟ فلحوسة. لا فلقوسة احلى عليها.
مش فارق، هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويله حضرتك يعني مستنياكي تيجي تقولي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت البسي سايحه اجنبيه. انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي، انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واد شيكي ميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي، فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التم. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه، المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقولك يا معلمة هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا أمور، أنا اكتشفت إن المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري، إحنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوى. طب اليما البحري دي بقى من أنهي شارع؟ لا يا حضرتك مش على شارع، دي من المية جوه النيل في البحر. آه يعني إحنا نعمل نفسنا تماسيح طلع من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح إيه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. أنت طلعتي ذكية على فكرة. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا دلوقتي. احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟ اولا ما اسميش نجفه، انا اسمي اختك فتحي، وانا شايفاك متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعق. بصي يا ابله احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي يعني. المهم يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجوري في مرسى المراكب اللي في المنيل ونتكل على المتحف. امين امين احمد واسماعيل. ايه المكان ده؟ هو هنا؟ اه. شكله عفاريت قوي. انت خايفه من العفاريت؟ ما خايفه من المكان. هي فين بقى الست الهانم؟ معلمة من حته كده اتفاجئنا. لا انا متخض. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه لسه معلكم وماشيه؟ انا جايه لكم اهو. فتحي انا عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ اه بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي بتمشي في الشارع عادي؟ اه عادي. باين جدا يعني بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله؟ ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود. ده عملوها في عنتر ولبلب. سيف مفقوسة مفقوسة جدا. دي مش أول مرة تسرق، هي عارفة كويس هي بتعمل إيه. قولي له والنبي قولي له عشان بس مفيش وقت والنبي للرغي ده، ويلا بينا نشوف شغلنا. أيوه يلا يا جماعة نسرق. I'm so excited. يلا بينا. يلا على المركب. يلا مركب إيه؟ هنركب المركب دي كلها نتفضح. تعالى يا ابني تعالى. أوكي يبقى في حاجة تانية. أنت نزلني نزلني. تعالى يا حاج. على مهلك. على مهلك. على مهلك كمان. حسبي ان اللي تقع على وشك. هي دي؟ اه. شكرا الله يكرمك. هنركب في اللوكا. ايه ده في واحد في المركب؟ ايه ده اشمعنى دي عارفاه؟ استنى في واحد في المركب. تعالى تتابعي. بجد؟ اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني هي عندها تيم بتسرق بيه. مفيش يا أمور. خش. أيوه. ها. بس. احنا كده وصلنا المقر. نبتدي بقى نوزع المهام.
يلا شرهان وهاني هتخشوا المتحف تشدوا سكينة الكهرباء تقطعوا النور عن المتحف، نيلي وسيف تخشوا عند العقد تجيبوا العقد والجول بس. وانتي بقى يا فتحي هتعملي ايه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي، وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجيلكوا نروح سوا. وحياه امك جرايب لا في ايه، ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله، وبعدين انا اصلا بقالي كتير ما عملت الشغل بايدي، وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده. في ايه يا عم عزه العلايلي، هو احنا رايحين نفجر ايلات وبعدين احور مكانتي الاجتماعيه ده؟ اصل انا اصل ايه، بصوا من الاخر كده انتوا شكلكم ولاد حلال وانا حبيتكم يعني زي اخواتي واتسمت فيكم الخير، فبص انا هجيلكم على الدغري واحكي لكم بصراحه، انا اصلا مش حراميه، انا بسرق وانا مجبوره. الله يسامحك يابا خلتني كده مقهوره، طلعني ليه حراميه؟ انسانه مش متربيه. ايه ده، هو احنا طالعين نسرق مع فؤاد نجم؟ استنى، هي مش دي اغنيه مع احترام انا مش حرامي؟ ده بتاعت مين دي؟ احمد فؤاد نجم. بقول لك ايه يا فنانه، هتقعدي تقولي لنا بقى صعبانيات وتغني علينا؟ الكلام ده ما ياكلش معانا، انت قابضة فلوس وانت اللي هتخشي تسألي عقد. خلاص يا شريهان، لو هي مش عاجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع سيد عضة. سيد عضمة whatever، هي هتعرف تتصرف معاها. انتوا هتقرفونا كل شويه صباح صباح، الشغلانه المنيله اللي انا غرست نفسي فيها دي، خلصونا يا جدعان هطلع معاكم. يبقى استبينا، هطلع انا وفتحي وسيف نجيب العقد وانتوا تراقبوا لنا الجو. سيف ايه، ما تطلع انت وفتحي وشرهان. يعني ايه، البنات تدخل تعمل المهمه وانتوا تقعدوا تتفرجوا؟ يا سلام، دلوقتي البنت مش زي الولد، فين البنت المهندسه والمحاميه؟ اهي بقت حراميه. مش هرد عليك. معلش المره دي هتبقى لدرجيه، يلا بقى. انا مش عارف ازاي اطوعك واطلع اسرق انا دلوقتي. سيف كفاية دلع بقى، يلا ما تعطلناش. خد يا عم الواد الخير، خد كشافة عشان ما تخافش. يلا خد معاك تورتش هي تنور لك جوه. يلا بسم الله الله اكبر. يلا يا عم. حاضر. هاني رايح فين؟ هات ايدك. تعالى اسندوا الطفل ده. عم ابراهيم هنا خانقه قوي، خلينا نطلع نستناهم بره في الهوا. بقولك ايه، هي خالتي ما حكتلكيش عملت ايه مع سيد عظمه؟ لا مش عارفه، هي قالت لنا هتقول لنا لما نكبر. اي جاس حاجه عيب. خد يا فتحي، انت هتبيعني ولا ايه؟ فتحي شايفه البوزيتيفيتي اللي طالعه من النيل؟ الجو تحفه. شم انت البوزيتيفيتي اللي طالعه من شكماني الماركت؟ ما رشقتش في صدرك غش لقيته؟ لا طبعا، لان انا مش بشوف الحاجات النيجاتيف اللي زيك دي. طب والنبي تلاقي على عينك بقى بالنيجاتيف والبوزيتيف بتاعك ده، عشان انا شاكه ان الواد هاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانه دي. شاكه؟ انا متاكده ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف نجيبه. وجهه نظر يا نيلي، اول مره تقولي حاجه صح. تعالوا فتحته. يا نيلي يا الغباوه دي، انت اللي غبي ومتخلف. خلصونا الله يخرب بيتكم. تعالوا تعال انت. ايه؟ روح من هنا هتلاقي سكنت الكهرباء، شدها تقطع النور وجن عند العقد. يلا ماشي يا معلمة. وانت تعال. اجي في ايه؟ خلص في يا فتحي. يلا استر يا رب. العقد في المكان ده يا فتحي. فين؟ اهو. اه هو ده. بس على مهلك بقى. استر، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ ايوه ايوه هو صح. ده ما تكهربش والنبي. بس يلا بقى.
سألني صحيح. ايه؟ ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور. ايه يا عم السيميليتور ده؟ احنا في دريم بارك. سيميليتور ايه؟ بقول لك جنريتور. اللي هو الجنريتور ده. اللي هو بيولد كهرباء. يعني اللي هو بيعمل ايه؟ بيولد يعني لما النور يقطع هو بيولد كهرباء. انت قصدك اليو بي اس. انت عارفه اليو بي اس ومش عارفه الجنريتور؟ اه يا اخويا عارفه اليو بي اس، وبعدين ما هو احنا اصلا خليناه يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع اليو بي اس مش هيشتغل. انت متخلفه، اليو بي اس اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل. استغفر الله العظيم يا رب. استسفه، وحضرتك اللي حرام ولا انا اللي حراميه؟ انت طبعا الحراميه. طب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا مش بشتغل، انا بدرس. بتدرس ايه؟ هندسه كهرباء. هندسه كهرباء. انا ينفع افتي دلوقتي في شغلانتك؟ فتحي انت دلوقتي بتفتي في شغلانتي، انت ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتفتي في شغلانتي. ايه يا جماعه؟ ايه ما خلصتوش ليه؟ هنخلص حالا. بتعملي ايه يا عم؟ خلص بقى، انت في ايه؟ الانذار هيضرب. مش انت دلوقتي كل مشكلتك في الحياه ان انا اخد العقد ده من غير ما اشيل الصندوق الزجاج عشان خاطر الانذار ما يضربش؟ ايوه خلاص، انا هاخد العقد من غير ما اشيل الصندوق الزجاج. ازاي بقى يا ست كاثرين زيتا جونز؟ هوريك حالا. هات تعالى في ايدك ده، خدي. العيال اتمسكوا ولا ايه؟ طب يلا نهرب احنا، يلا يلا. لا لا يا نيلي، مش هينفع نهرب ونسيبهم، انا عايزه العقد برضه. وجهه نظر، اول مره تقولي حاجه صح يا شريهان. امسك نفسك، امسك نفسك. طبعا بتحرق لي، انا مش قادر. خلاص ما تلعبش فيها. هاني هاني، انا مش قادر. واضح انها النهايه. لا نهايه ايه؟ احنا لسه في نص رمضان. طب كملوا انتوا الطريق هان. انا المشاهد دي بتاثر فيا قوي، بس مفيش وقت. يلا نطوا، يلا يا اخويا عدي، ما تستموتلناش. تعالى اسند عليا، اسند عليا. بيعملوا ايه؟ هينطوا؟ يا لهوي، ايه ده؟ دي طلعت غاوطه قوي. امال انت فاكراك كبرتاج ولا ايه؟ طب انت معكش عوامه بطه؟ لا بقول لك ايه، شجع كده ونطي قفزه الثقه. يلا. مش عارف سمعت كلام كوري انا وجيت معاكم عشان ما عندكش شخصيه. يا جماعه انا بنزف جامد قوي، محتاج نقل دم في فصيله دم نادره، انا كده هموت. خلاص بقى يا سيف، شكلها حاجه بسيطه يعني، مش هتموت ولا حاجه، بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم ايه يا جماعه؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاصه نتزل في كتفي؟ بقول لكم يا كباتن، العقد ده فوش. فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفه يا اختي يعني ايه فوش. يعني فالسو، يعني اي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. وات فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني لحاجه تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبه دي؟ طب اسمعوا، احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عظم، ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك فيه ايه، اقول لهم ايه؟ ده كاتشب؟ انا مش رايح لوحدي، كلكم هتقعوا معايا وهجرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن، اهدى على نفسك كده وبلاش افوار، عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه، احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني، انا بنزف يا هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سمع كل حاجه، ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. اهدي. معلش في ايه؟ انت يا عم يا اللي منور العالي، ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور
لك ايه؟ ايه ده؟ انت يا عم يا اللي منور العالي، ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ليه ما تطوليش بقى فيها؟ نور تقالى ايه السواقة الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربية؟ السكك كلها مطبطة وانت عمال بتجري؟ مش خايف بسبار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجلة بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه، سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص يا بنات، انا مش سامع مؤاخذة، قلتلكوا لما تعوزوا حاجة تقولولي ولا لازم ارسلكوا ودنكوا؟ ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله الله الله، ده الموضوع عقلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي، استنى عشان ما تتوهيش. اه ده تعالى هنا. تعالى. ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذة سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجة، احنا كنا بنتعشى. والله؟ وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. اه ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايس. بقول لكم ايه، احنا في منطقة لبش والحكومة دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في اي لحظة. اخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضاحي طلع حقيقي ولا خرس بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحى. انت ده ايوه يا ابو الدهب بيه. دلوقتي احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. اه نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت بسألني؟ ما ناخد العقد بالعافيه. ايوه ناخد العقد بالعافيه، اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله بنفخه. انا ما حدش يضربني بالنار تاني، هو انا واقف على عربيه بوم؟ خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول، اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وباعه. الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات مني العقد ده. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد يا أبو الدهبي. طب يا بنات، المؤاخذة اللي كانت مشكلتي مش معاكم انتم، المؤاخذة كانت مع جدوك الله يرحمه بقى، وانا خلاص حتى حقي. بالسلامة انتم. يلا يا ضاحي. اتفضل يا ابو الدهب بيه. احسن يا مؤاخذي. سلام. احسن بتبلع العقد تفكر نفسك اسماعيل ياسين. ايوه يا عم بيبلعوا الحاجات. انت كويس؟ اه شفت حاجة كده؟ شوف. لا مفيش حاجة. طب على فكرة يا انكل عم ذهب، العقد فقشة أصلاً، أوكي؟ ما تجمد بقى يا عم سيف في إيه؟ ما إحنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابين كمان، ما عملناش زيك كده. ده وأنا صغير لما أبويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوى في وشي. ليه أنت أبوك كان يأجوج ومأجوج؟ لا بس كان بيعلمني. آه. هاني. أيوة. خد الجواب ده ادي لبابا وماما في السعودية. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح شبيه الريح. يا عم سيف ايه؟ فيش ولا كلمة باينة، الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام، هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. نكتبه تاني؟ اكتب عندك يا هاني. اقول ابي الحبيب امي الغالية اصيل ابكي أنزف وأموت وتعيشي ضحكة مصر. لا وحياة خالتك، أنت ما اتضربتش بالنار وأنت بتحرس الحدود، أنت اتضربت بالنار وأنت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق، أنت اللي خليتني أعمل كده، أنا ما كنتش عايز. أنت حرامي. ما تفكرنيش يا أنا. أنت حرامي وده مصير كل خير. قلت لي روح، أنا ما كنتش عايز أروح. إيه يا واد؟ قاعد بتنكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي استحمل شوي،
انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي، هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه، وعندي كمان الطاقه. انت كمان خريج التمريض؟ لا، كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عسل. طب يا فالح، هات السكينه دي من جنب. هتجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ متخافش، شاك الدبوس. شاك الدبوس؟ لا، انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في الميه، صح؟ وانا متبت شن. ايه الفيلم الهندي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جات سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا، كولونيا بتحرق، بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف، استحمل كل ده عشان مصلحتك، وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراك. نيلي خليكي جنبي، ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف، ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه، هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي، هنعد 1 2 3 عشان خاطرك هعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عين. غمض. يلا نعد 1 2 3. ايه يا واد في ايه سرعتني؟ انتوا خمامين كلكوا، انتوا كذابين كذابه. عشان قلت لها تعدوا 1 2 3، عديت 1 2 بس ورشيته. انت خمامه يا خالتي صباح، خمامه. يعني لو كنا عدينا لتلاته ما كانتش هتحرقك؟ يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك. سلامتك سيف، وريني الجرح كده. دي الكاسمة. اقبل. مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي، مشتشتة قوي. انا مش قصدي عالطلقة يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقة، صديقة وبسعادة. انت بتسرح بيا يا ولا؟ فاكرني تلميذة بتشتغلني؟ خدت رصاصة في كتفك عشان صديقة؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولا؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجة يا ولا؟ فيا ايه؟ لا بقولك ايه، خالت صباح انا كويس وزي الفل وكده. طيب مادام انت كده بقى، انا هقول لك الكلمتين اللي فيهم الخلاصة. قولي. البت نيلي دي قوية ومستقوية ومناخيرها في السما، بس كل ده على الفاضي. عاملة زي الفرسة الجامحة وعايزة الخيال اللي يحكمها. ايوه، يعني اخد كورسات ركوب خيل في نزلة السمان يعني، ولا اعمل ايه؟ لا يا روح امك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذة كده. لا مؤاخذة ايه؟ خالت صباح لا مؤاخذة، قلت لك انا كويس وزي الفل وكده، انا كده. طب كويس يا اخويا انك كده. طب بقى لا مؤاخذة، اتكل انا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شوية. خالت صباح دي طلعت صيعة صيعة. ايه شريهان، انت لسه متضايقة؟ ولا متضايقة ولا حاجة، هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمة كده؟ بقولك كل حاجة راحت يا نيلي. مفيش حاجة راحت. ازاي يعني؟ انا عارفة، انا بقولك ايه، مفيش حاجة راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزه اتخيل اصلا. شوشو، ها هاتي لي كوز ميه عشان الشطافه ضعيفه ومش طايله. لا يا هاني مكسله، قوم بلي منديل. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو، ها مش لاقي مناديل، بس في فوطه جنبي قابلها. ماشي، بس عينها على جنب عشان محدش يستخدمها. بس انا في حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو هيمسح بيها وشه؟
بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكونش يبدله الاصلي بواحد فالصو بصنعه لطافه بخفه يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ اه صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ اه صحيح. هذا اللي مجنني انه احنا عارفين العقد فالصو. بيسرقوه ليه؟ اه صحيح. انت مفيش وراك غير اه صحيح اه صحيح. اخرس خالص مش عايز اسمع اه صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو. ايوه نيلي. عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع. تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه؟ الوقت متأخر؟ اه صحيح. اه طيب بكرة فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذة الموضوع اللي انتوا عايزين لي فيه؟ بص يا انكل عم دهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض. احنا عندنا شوية معلومات واللغز. حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد. فاحنا نزبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده. بس اللي أوله شرط أخره سور. سور إزاي يا بنت؟ أخره نور قصدك يعني؟ لا سور عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور إيه؟ واتيفر يعني. وبعدين؟ أوكي حضرتك هتاخد حقك وإحنا هناخد حقنا وما حدش يجي على حق التاني إلا مؤاخذة. طب مؤاخذة يعني أنا إيه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجلة ونشك إيه الموضوع؟ أنتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف إيه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحى. اتفضل يا مالك. أول حاجة لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف إنه فوقش أصلاً؟ مفيش أي حاجة في الستوري ليها علاقة بالعقد وفوقش عقش والجدة بطة إحنا ما خدناش بالنا منها؟ هو مفيش بس استني اما اتاكد بس. اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي. وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش ووصل الراجل تاني. الراجل انا جاهز يا جده بطه احضرت النقود معي. الجده بطه وانا لا اجد ما اقوله لك لقد ضاع العقد فجاه ولم اجده. الرجل أوه إنها خسارة كبيرة لقد وعدت زوجتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسمينا. ماذا أعطيها الآن؟ فلة وياسمينة؟ الجدة بطة أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. آه يا بنت ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالصو. مغزى ختم فالصو إزاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاحي. أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفالصو له ختم برضه يا حمار؟ لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلاً؟ زاد به بس مش عارفة أقرأ الأرقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني هاب الاختصر. زاد إيه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد به 717. ايوه يا جماعه صاد به ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد به 717 ده نمره العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح. وكان في عربيات ليها ارقام. يا حمار انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه؟ يضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك؟ صابون بالموليف.